تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مرحبا عزيزاتي أعزائي أصدقائي الرياضيين إلى برنامجكم من الملاعب الرياضية. كالعادة يوم السبت والأحد ثلاث ساعات في عالم الرياضة بالأخبار تحاليل وإذاعتكم MFM في قلب الأحداث الرياضية. فريق العمل في خدمتكم في هندسة الصوت وإخراج هذه الحلقة سناء صبار، ويرافقني بالأستوديو عن القسم الرياضي صديقي الإعلامي عبد الرحيم فاكر. عبد الرحيم مرحبا. اهلا وسهلا زميلي واستاذي اسمه محمد ابو السال طاقم التقنيه وقياده الزميله سناء وكل المستمعين الاوفياء لاذاعه ام اف ام. الموعد الكان كوت ديفوار يقترب الانطلاقه بدايه من الثالث عشر من الشهر الجاري، اول مقابله يجريها المنتخب الوطني المغربي 17 يناير مع منتخب تنزانيا وضربة البداية الساعة 6 مساء. في عناوين حصة اليوم، المنتخب الوطني المغربي في فترة التحضير للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024. اللاعبون يصلون تباعا إلى المجمع الرياضي مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كرة القدم الوطنية حاضرة في الكان للمرة 19، فازت مرة واحدة باللقب في دورة إثيوبيا سنة 1976، وكان أفضل إنجاز بعد ذلك في دورة تونس 2004 عند بلوغ النهائي تحت إشراف الإطار الوطني بدو زكي. 2004 أحسن إنجاز، وصلنا إلى النهائي وكان المدرب الحالي وليد الرقراقي لاعبا ضمن تركيبة المنتخب الوطني. قراءة في الكان ومسار المنتخب الوطني في المسابقة، أرقام إحصائيات أحداث وذكريات. الدوري الاحترافي الأول الدورة 15 اليوم، شباب محمدية مع اتحاد طنجة والرجاء يستقبل المولودية الوجدية. غدا اتحاد تورقة بأكادير مع الحسنية، نهضة بركان تتحول إلى الزمامرة ضيف على النهضة المحلية. المغرب تطوان يستقبل الوداد، والمغرب فاسي بأسفي ضيف على الأولمبيك. يوم الاثنين القادم مباراتان، شباب السوالم يوسفية برشيد، الفتح الرباطي مع الجيش الملكي. الوداد الرياضي يجمع فعالياته تفاديا للفراغ، والمكتب المديري يزكي النائب الأول لرئيس فرع كرة القدم عبد المجيد برناكي رئيسا لتدبير المرحلة في غياب سعيد الناصري. هزيمة قاسية للوداد في الديربي، لاعبون يتمردون، زهير المترجي وهشام أبو سفيان، المكتب المسير يحولهم إلى فريق الأمل. لاعبون آخرون يلوحون بالرحيل. يحيى عطيت الله يطلب مستحقاته عبر وكيله ويمهل الفريق 10 أيام. الوداديون يتكتلون حول النادي لإنشاء مرحلة ما بعد الناصري. ترقبوا كل التفاصيل مستمعاتي مستمعية الكرام في حلقة اليوم. لا تنسوا الموقع الرياضي الشامل mfmsport.ma حيث تجدون الأخبار وتجدون الفيديوهات وكل جديد في الرياضة وطنيا ودوليا. ابقوا معنا. البداية بالدوري الاحترافي الأول، بقى دورة كتفصلنا على نهاية الشطر الأول، ولقب الخريف معلق بين الجيش الملكي والرجاء 30 نقطة لكل منهم، صراع محموم لكل منهم. الجيش الملكي 30 نقطة، 9 ديال انتصارات، 3 ديال التعادلات و2 ديال الخسائر. الرجاء 14
المقابلة 9 8 ديال الانتصارات 6 ديال التعادلات وبدون هزيمة. الرجاء سي إبراهيم، الرجاء بدون هزيمة، أنت تعرف الرجاء جيدا. فريق الرجاء البيضاوي هذا الموسم غادي بخطة ثابتة بلا صداع بلا والو، ولعب على 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 نعم لعب على البطولة هذا الموسم هذا، وعنده ما يكفي من اللاعبين. ما لعبش في افريقيا اللاعبين، وعنده مباراة في الاسبوع كيستعد لها بجدية في المركب الجديد ديال النادي الرجاء الرياضي، وراءه مكتب عنده ما يكفي من التجربة باش يوفر جميع الظروف للفريق الرجاء البيضاوي باش يرجع للسكة ديال عصبة الأبطال الموسم. وكاين انتعاشة بهذا الفوز على في الديربي، وهذا الفوز ثلاث انتصارات متتالية، اللاعبين خذوا الثقة في البطولة رغم أنهم كيلعبوا خارج الميدان وبدون جمهور، فالفريق ما ديرش عليه واحد الضغط، واللاعبين كيلعبوا بواحد أريحية وكيحققوا نتائج إيجابية. وغدا إن شاء الله غادي يلعبوا اليوم غادي يلعبوا مع فريق مولودية وجدة اللي منتعش توا مؤخرا ثلاثة انتصارات متتالية، وفريق اللي غادي في خط تصاعدي مع مدرب محنك ومع مكتب جديد مدرب جديد فوزي جمال، هذا ولد من هذا المنبر كنتمنى له التوفيق في المهام ديالو، ولد الفرقه وجا باش يعاون الفرقه. وسي نور الدين زندافو تنعرفو مزيان، ولد ابن مقاطعه الصخور السوداء اللي هو السيد بن هاشمي، لا عندهم المام بالتسيير وشبان اللي باغيين يعطيو الكثير لفريقهم الام مولوديه وجده. وكنتمنى لهم التوفيق من هذه المباراه، وكنتمنى نشوفوا مباراه في المستوى اليوم ان شاء الله فريق الرجاء البيضاوي وفريق المولوديه الوجديه ان شاء الله. نعم عبد الرحيم، النتائج ديال الدوره 14 بالفعل أستاذ اسمه عبد أبو السال، نتائج ديال الدورة 14 البطولة الاحترافية القسم الأول على الشكل التالي: الوداد الرياضي ينهزم أمام الرجاء الرياضي بجوج لصفر، مولودية وجدة ينتصر على الفتح الرباطي بإصابتين مقابل إصابة واحدة، التعادل إصابة في كل شبكة في لقاء اتحاد طنجة نهضة الزمامرة، المغرب الفاسي ينتصر على شباب المحمدية بإصابتين مقابل إصابة واحدة، اتحاد تروقي ينتصر على أولمبيك آسفي بواحد لصفر، يوسف برشيد ينهزم بالميدان ديالو أمام حسين تاكادير بإصابتين مقابل إصابة واحدة، نهضة بركان ينتصر ثلاث اصابات مقابل اصابه واحده على شباب سوالم، والجيش الملكي ينتصر بثلاث اصابات مقابل لا شيء على المغرب التطواني. يوسف يا تبرشيد غادي نرجعوا للموضوع ديالنا، كان عندهم جمع عام ولكن ما نعقد شيء في غياب المقومات والاركان ديال الاساسيه لعقد الجمع العام. نبداو بالمولوديه الوجديه، المولوديه تنتعش بالفعل. غادرت الاسفل، غادرت القاع، هي الآن كتحتل الرتبة 11 ب16 نقطة رفقة نهضة الزمامرة. بالفعل أستاذ سي محمد أبو السال، لا تكلمتي على المقدمة، كاين واحد الصراع على اللقب ديال الخريف اللي غادي يكون ما بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي اللي كيحتلوا المرتبة الأولى ب30 نقطة، وغد مباراة اليوم بالنسبة للرجاء مهمة أمام مولودية وجدة، وغدا بالنسبة أو يوم الاثنين بالنسبة للجيش الملكي اللي غادي يلعب الديربي ديال العاصمة ديال مدينة الرباط اللي غادي يستقبل غادي يحل فيها ضيف على الفتح الرباطي، بالتالي مولودية وجدة اللي غادي يحل ضيف اليوم على المغرب أو على الرجاء الرياضي، انتعش في الانتصارات الثلاث الأخيرة ديالو، وبالتالي غادر المنطقة المكرمة وأصبح كيحتل المرتبة 11 رفقة نهضة الزمامرة اللي خانتو النتائج في الدورة الأخيرة. في الوقت اللي كنشوفو في قاع الترتيب كاين انتعاش ديال حسين تاكادير اللي غادرت من الصف الاخير، وبالتالي سلمت المشعل ديال الرتبه 16 للبقاو في المولوديه الوجديه. كان عندهم الان كاينه استقاله ديال الشركه، الجمع العام يعني راسلتهم العصبه الوطنيه لكره القدم احترافيه مجموعه ديال الملاحظات واللي هما جاوبوها ايضا، كينتظروا الجامعه انها اما تقبل لهم الجمع العام، تقبل لهم زندافو رئيسا، أو ترفض ويعودوا للجمع العام. باقي المشكل مطروح، هذا إداريا، ولكن على مستوى تقني ورياضي
الفرقة غادة مدام ممتكتين على الفرقة ديالهم. بالفعل أنا تكلم على المسائل التقنية، كنشوفوا المدرب جمال فوزي جمال مدرب في المستوى إطار تقني اللي كيبحث وكيجتهد، استقبلتي واستضفتي ممر على العديد من المرات، وبالتالي ابن المدينة توجد لحق نتائج بفضل العمل التقني ديالو، كذلك بفضل الصبر على دوك اللاعبين الشبان، وكانت ليه الشجاعة والجرأة لإقحام لاعبين شبان. لأنه وشنا كيفاش كان من 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 مدرجات المشاكل اللي وقعوا له في محمدية أيضا، يعني توقف اللي كان تعرض لي ثلاث مباريات، وبالتالي يبقى كيسير الفريق من المدرجات، ولكن بالتجربه والخبره ديالو كما قال السي ابراهيم بنوني عنده الجرأه، قحم لاعبين شباب اللي بداو كيعطيو النتائج ديالهم، بداو كيحصل هذاك الانسجام التام بين فيما بينهم، وبالتالي كنشوفوا ثلاث انتصارات متتاليه اللي خلاتو يغادر المراتب الاخيره. اليوم عندهم مباراه ولو مهمه، ولو ان الامكانيات الماديه ضعيفه عندهم، انا عندهم ديون كثيره، ديون تقريبا تكون كتقدر حسب المقربين من داخل فضاء المولوديات، يقول لك على ان كاين واحد 9 مليار، واحد 8 9 مليار، راه بزاف. سي ابراهيم بنوني، وكنعرفوا فريق المولوديه وجديه من بين الفرق اللي كتعاني من الموارد الماليه داخل البطوله الاحترافيه في المغرب، دونك كيف قلنا الحصه اللي فاتت فاش كنا هنايا، من بين الفرق اللي عندها مشاكل ماديه كبيره. كنت إلا كان هذا المكتب هذا عنده وعود باش يتغلب على أغلبية الديون ديال الفريق، ربما غادي يتحل المشكل على حسب الأخبار الأخيرة اللي كان خص الجهة كلها تنخرط ويكونوا موارد، لأن كيف ما كان رئيس كيجي نعم يعني وكي يستنزف كاع دوك القوى ديالو والامكانيات ديالو، راه ما يمكنش الامور تمشي هكا. هما عارفين الخبايا ديال المشكل ديال المولد ديال الجزائر، ما يمكنش يدخلوا بدون وعود بدون مسائل هكا باش يحققوا المبتغى ديالهم ويحلوا المشاكل. دابا السي ابراهيم اللي كيجي كيلقى امامه نعم هالفرقه خاصها تمشي، خاص هذه خاص هذه، ثم كيلقى الثقل ديال الديون دي سون ديسيدون، كيلقى دي سون ديسيدون فينونسيير، دونك خصهم يتغلبوا عليها. وهذا ومن الناحيه الرياضيه كان هاد الوقوف ديال البطوله ساعد فوزي جمال باش يوجد الفريق ديالو، وكان عنده الوقت الكافي باش يحسن المستوى الرياضي ديال. وغادي يكون توقيف اخر مستمعي الكرام، نستمعوا لفوزي جمال مدرب فريق المولودية الوجدية، تحدث على هذا الفوز في الدورة الأخيرة، واللي كان فوز يعني مستحق المولودية الوجدية أمام الفتح، أمام فريق كبير، وهذه الرياضة. فوزي جمال، السلام عليكم ورحمة الله. دونك سي ماتش تري ديفيسيل، جاي في دي سيركونستانس ان بو ديفيسيل، حنا سكي بيان هو ان رحنا اون فيا ابري دو فيكتوار، ولكن نتوما عارفين باللي فرقه اي اون تران دو سو كونستروير. الماتش كان ديفيسيل لان علاش اون جو كونتر اون ايكيب كي ا دو ليكسبيريونس كي ا دو دو لا ماليس، اي سي اون ايكيب كي سي جيري دو ريتم، يعني نعساتنا شويه حنا اون رونتري دونك داك سيتو اون بروميير ميتو On a créé des occasions, mais ça t'a pas marqué. C'est une occasion, c'est une balle ouverte. Mais ça m'a on a encaissé. Mais en première mi-temps, on a dit qu'il faut y croire. On a dit que chaque match, c'est un barrage pour nous. On doit gagner des points parce qu'on a le retour beaucoup plus facile. On a 16 points. Je crois que c'est حاجة مزيانة par rapport aux conditions qu'on a eu. Mais on a dit ما خصناش نهبطوا يدينا. انا كنقول دائما شاك ماتش خصنا نزيدو ونجتهدوا ونزيدو ونجتهدوا باش ان شاء الله دابور اون ديفلوب دو لا بيرسوناليتي، وهذا سي لو بليز امبورطون، لان كنا منهزمين ورجعنا في المقابله، هذه سي لا دوزيام فوا، وهذه سي تري امبورطون. يعني كاين واحد الفرقه اللي كتندار دو لا بيرسوناليتي، كتكون واحد لا بيرسوناليتي، اللعابه كيتطوروا والحمد لله. يعني ملي كيكون ريزولتا بوزيتيف ريزولتا بوزيتيف تير ان ريزولتا بوزيتيف. سكي الحاجه اللي زوينه هو اننا لعبنا كونتر اون ايكيب كي جو دو لا ميم مانيير كوم، يعني كتلعب 3-4-3 مزيانه زوينه. يعني نظن بان الناس اللي جاوا يتفرجوا، وسيرتو حنا قلنا النهار الاول قلنا بان افيك لا مانيير حنا خصنا نزيدو نطوروا الامكانيات ديالنا باش نلعبوا دي بو فوتبول، باش نجيبوا الجمهور ديالنا. انا كنعرف مدينه وجده كيبغيو لو بو فوتبول، ولكن كيقول حتى النتائج، حنا النتائج كنا خايفين منهم لان ما اون افي با لي مويان. دابا الحمد لله حنا كنجيبوا نتائج، ونظن بان حنا متعطشين باش الجمهور ديالنا باش نشوفوا جنبات كاع الملعب عامره
لان هادشي غادي يزيد شجعنا ونزيد نخدموا ان شاء الله ونزيدوا نجتهدوا. تحليل منطقي وفكر في الجمهور تيقول لك عارف على ان الجمهور باغي الريزلت، الريزلت هي اللي غادي تجيب الجمهور. نعم اخي ابو ابراهيم، وخصوصا الدوره 16 فريق مولودية وجدية عنده واحد مباراه محلي مع هذا البركاني ايضا، لكن كيهضر على الجمهور. دابا الجمهور ان شاء الله غادي يكون في الميدان مع هاد النتائج ومع هاد الانتعاشه ديال النتائج، وخصوصا الى دار مباراه في المستوى اليوم خدا نقطه ولا خدا ثلاث نقاط مع فريق رجاء البيضاء، وربما المولودية وجدية ما غتبقاش تعاني من الجمهور ديالها. نعم غادي نمشيو للوداد. الوداد والهزيمه في الديربي بالفعل، لان الديربي 135 هذا الدربي 135 اللي جمع الوداد وكان مغرب بمدينه المحمديه بحيث احتضنوا ملعب البشير بمدينه المحمديه. الوداد هو الفريق المستقبل ولكن هزم امام الرجاء الرياضي باصابتين لصفر. المباراه على العموم استاذ محمد ابو السلم من الناحيه التقنيه ما كانش هذاك الشيء اللي كينتظروا الجماهير، ولا سيما بحال غياب فرص تسجيل، غياب محاولات، كذلك الاجواء اللي كانت محيطه بالمباراه هي اللي اثرت عليها. وخلت حتى مول المقابله، مول هذيك المقابله ما حضرش له الجمهور. باترون ما كانش، مدرجات فارغه، لان الجمهور هو الملح ديال المباريات، هو اللي كيعطي داك الحماس للاعبين، كيعطي الدفء للاعبين، وبالتالي كان غياب ديال الجمهور اللي خلانا نشوفوا ديربي على غير الديربيات اللي كانوا معروفو تما غياب الجمهور. هذا من الديربيات اللي غابوا عليه الجمهور، وبالتالي شفنا مستوى غير مشرف بكل صراحه، لان الفريقين ما قدموش عروض باستثناء بعض اللحظات اللي كانت فيها بعض المحاولات للطرفين، واللي خلاتنا نشوفوا مباراه اللي رجعت لفائدة الرجاء الرياضي بإصابتين مقابل لا شيء. الوحيدة والنصف باستوديو إذاعة أم إف إم، فاصل قصير ثم نعود. الوداد والرجاء 135 مقابلة جمعت الطرفين. يعني بالإحصائيات كنلاحظوا على أن الرجاء عنده 37 فوز، الوداد 35. الوداد مسجل حتى الآن 108 ديال الأهداف، الرجاء 117 الهدف و64 تعادل بين الطرفين. يعني كيبان على لعبوا 16 مقابلة في منافسة ديال كأس العرش، الرجاء انتصرت في 7 والوداد في 6 والتعادل في 3. يعني كل الإحصائيات كتبين على أن الوداد والرجاء والزمن طويل. احنا كنعرفوا ملي كنا صغار كنعرفوا المباريات ديال الرجاء والوداد كيتكلم على الشارع سيمانه قبل وسيمانه من بعد، وفي الذهاب وفي الاياب، ولا كان شي بتي بون، ولا كان شي حركه كيبقاو يتكلموا عليها مدى الحياه. الجيل كيدوز غير جيل، الصور كتباع بالثمن. الثمن شي واحد مبيض شي واحد ولا دالوا الكره ولا كيبقى. بصراحه من بين اضعف الدربيات اللي شفنا هو هذا الاسبوع هذا، غياب الجمهور وغياب الارضيه ديال مركب محمد الخامس، والنتيجه هي اللي كانت في المباراه ما كانتش حاجه اخرى. لما تخرج الديربي من الوداد حاليا مريض بالنتائج ديالو بالمسائل ديال التسيير ديالو، ولكن الناس ديال الوداد تيعرفوا القيمه ديالو انه غادي يرجع، ما كاينش ما ياخذش فيها الشك، لان التاريخ بين بزاف ديال العثرات، لا من ناحيه الرجاء البيضاوي ولا من ناحيه الوداد البيضاوي. الوداد مريض كبير بالناس ديالو بالنتائج ديالو بالبالماريس ديالو، كذلك فريق الرجاء، وكنتمنوا ان هذا النزيف هذا يوقف عند الوداد باش يعطينا واحد تتمه البطوله في المستوى ويدخل المنافسه مع الفرق الثلاثه الاولى. البنزرتي من جديد، لان التصريح ديال البنزرتي واش بغى يمشي في حاله؟ احنا ما فهمناش شنو ما وقع له في الموسم الماضي في البدايه ديالته مع الرجاء، فاش قال لي ما انا وقفت ما قدرش ما حققش ولا انتصار واحد، مشى في حالته بعد فتره وجيزه. اليوم كيتكرر هذه الامور. هذا بالفعل استاذ اسمه محمد ابو السال، نفس الشيء مباشره بعد الهزيمه كان خرج بالتصريح، ولكن تصريح مبهم فيما يخص المستقبل ديالو مع فريق الوداد الرياضي، وبالتالي كتاكد بانه حتى الاحداث اللي عرفتها المباراه
اللي وقعت اثناء المباراه ولا سيما اثناء التبديلات اللي قام بها كتاكد بان الرجل عاجز كل عجز على القيام المهام ديالو او مواصله العمل ديالو داخل فرق الوداد الرياضي. واللي كيعاونو السي محمد مديحي حتى الان كيطرحوا عندنا الاسئله، هل سيتم تعويض محمد مديحي بصلاح الدين السعيدي؟ حتى الان ما كاين حتى حاجه. صلاح الدين السعيدي شاب عاد انتهى كرة القدم، غادي يجي صلاح الدين السعيدي المستوى يعني سنه واش غادي تجاوب مع 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 البنزرتي ثم تفكيره وتكوينه؟ ولكن ما نستمع الان السي محمد مديحي. دابا هلا ماتش صعيب والكل ما بقاوش نعاودوا نخرجوا للصدره، يلا لاعبين مراهقين حاولنا نجيريو بروميير ميطون باش ان شاء الله نقدروا كاينين بعض اللاعبين اللي يقدروا يعطونا اضافه في الدوزيام ميطون، نجحنا فيها بواحد النسبه كبيره، كانت فرصه لينا وفرصه لفريق الرجاء، ولكن في الدوزيام ميطون قدر الله ما شاء افعل سجلنا المرمى ديالنا. هادشي واقع، هادشي تيوقع في كره القدم. حاولنا نسيطروا على المقابلات سي نورمال، خلينا مساحات وتنعرفوا فريق الرجاء الا خليتي ليه مساحات عنده لاعبين رابيد. تنظن بان جاتنا فرصه ديال جبران بالراس وسجلنا تقريبا كانت بقى واحد دي مينوت، كنا نقدروا نرجعوا في الماتش، خلقنا عده فرص. ولكن دائما تنقولوها بان فريق اللي لعب عده مقابلات، الا شفنا تقريبا هذه السنوات الاخيره دائما الوداد سيرتو كاين واحد العدد كبير ديال اللاعبين اربع سنوات، بينما فريق اللي تقريبا عاليز مرتاح لا 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 مورالمو ولا كذلك بدنيا، سيرتو بدنيا لان اللاعبين ديال الرجاء كانوا يعني شفناهم بان فيزيكمون تقريبا واجدين 100%، بينما حنا العكس. الى بلا ما نتكلموا على الغيابات، غيابات تقريبا اكثر من اربعه لاعبين، وتا اللاعبين اللي لعبوا مراهقين ولا اللاعبين اللي رانا نتكلموا على زولا عنده ما بقى واحد دي مينوت ديال لونطريمون، لان باش يسد لينا فراغ ديال كوتي غوش. تنظن بان باقي عندنا ان شاء الله كما تنقولوا خسرنا معركه ولكن ما خسرناش حرب، باقي ان شاء الله باقي الشامبيونه طويله وباقي غادي نشتغلوا اكثر ان شاء الله، وغادي تصفف ويرجعوا اللاعبين اللي مصابين وكذلك اللاعبين اللي مراهقين، وان شاء الله الوداد لا خوف عليه باذن الله. ان شاء الله لا خوف عليه، هذا عناوين كبيره، ولكن كيخص الناس تشتغل الان على مستوى اداري. المكتب المديري يجتمع جميع الفروع بينوا حسن النيه ديالهم، كل شيء تيتمنى تيقول لك الرئيس الله يفرج عليه، هادي سلوك حضري، ولكن كاين الرئيس سعيد الناصري وكاين الوداد. الوداد الان مؤسسه ينبغي ان تستمر الوداد واحد الزاويه كبيره، ما كنعتقد ما كاينش شي زاويه كما كانت من الزوايا الصوفيه والروحانيه اللي عندها العدد ديال المحبين وديال المريدين بين قوسين. وديال نرحبوا بالضيف ديالنا ايضا الاطار الوطني السي محمد شهيد. السي محمد مرحبا بك. مرحبا باستاذي والسي عبد الرحيم والاخ بنوني والطاقم التقني المشرف على نعم الاذاعه والمستمعين والمستمعات راديو ام اف ام. كنتكلموا على الوداد الان في 2023 الوداد لعب دابا 66 مقابله، 2023 66 مقابله، البنزرتي وصل الاربعاء 13 دجنبر الساعه 28 دقيقه كان في المطار، هذا نهار الاربعاء وصل، نهار الجمعه مع الاربعاء كان غادي بالوداد هذا هو جاء الاربعاء في المطار، الجمعه غادي بالوداد لدار السلام. حتى الان شفنا النتائج ديالو كيفاش الوداد كينتصر على يوسفية برشيد ياك، ثم تعادل مع حسنية أكادير، ثم أولمبيك السافي، ولكن البداية كانت بهزيمة في دار السلام مع سيمبا 2-0، هذه هزيمة أخرى للوداد بعد أولمبيك السافي. بالفعل لأنه كانت الأول مباراة ديال سيمبا التنزاني
في الدورة الثالثة من عصبة الأبطال الإفريقية. من بعد كان استقبل يوسف الرشيد في المؤجل وانتصر بصعوبة بهدف لصفر. وشنا الأجواء دي تلك المباراة اللي احتضنها بنفس الملعب هو ملعب البشير. من بعد كان الهزيمة أمام أولمبيك أسفي والعرض الباهي ديال الفريق ككل. كيبان فريق الوداد بأنه متأثر جدا والأجواء غير سليمة داخل الفريق الوداد الرياضي. نعم، لأن الآن من اللي كتقرأ الوداد في هذا الشطر، هذا الوداد بجوج الرؤساء بجوج المدربين باش منطلقات هاد السنة هادي صعيب على الوداد، وهاد الهزة العنيفة اللي كتعرفها الوداد، يعني الله يكون في عم الوداد. الوداد هذا اختبار خاص ينجحوا فيه الوداديين، حتى راهم ناجحين عارفين كيفاش يدبروا الامور ديالهم. وبعض الناس اللي الان يعني في مثل هذه الحالات ومثل هذه الاحداث ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا، يعرفوا معنى قرينة البراءة، وعلى ان المتهم او المشتبه كيبقى بريء الى ان تثبت الإدانة ديالو، الامور ديالها كيفاش كتمشى. الناس في اللحظات الصعبه فين تيبانوا الناس وتيبانوا الرجال. السي محمد، هو حال الكره المغربيه حاليا هو ان اي انا كنعاتبهم على تغيير ديال عادل الرمزي، لان كانت نتائج سلبيه. ماشي اننا بهذيك النتائج صافي نحكموا على ان هذا المدرب بانه فاشل، ولكن كان تحليل الفرص. راه كنشوفوا العبر ديالنا في بطولات اوروبيه في اعلى مستوى. انا نعطي غير مثال، انايا الهولندي اللي في مانشستر يونايتد ملي بدا معاهم البطوله، يعني الكل تيقول لك بان مانشستر هذا العام ما غاديش تكون، ودابا شوف حاليا الفرقه فين الصفوف اللي محتله. يعني هذا هو حال كورتنا، ماشي غير الوداد او لا جميع الفرق المغربيه. ان فوا كتبدا النتائج السلبيه عند عند الفريق، ما كنقولش انا عند المدرب، عند الفريق اول كبش الفداء هو المدرب. نعم. الان كيبان من خلال التصريح، غنستمعوا للتصريح، وتيبان على ان فوزي البنزرتي ربما يمشي، ربما لان هو جاي سمعتيش تيقول لك انا غادي نشتغل غادي في هذه السنوات الاخيره. شنا المردود ديالو؟ شنا الصبر ديالو بدا كيقل؟ نستمعوا لفوزي البنزرتي عقب لقاء الديربي والهزيمه، وهي هزيمه اخرى مع فوزي البنزرتي. جيفني في وقت ما انت خايب بزاف انا جالي با ما انتش صافي با كي جالي با بالرافيون مجددش طنزانيا تنديني ما انتش جدي سول اوبليجي ما براتيكمون ديالي ما انت مشيت في الدولة ما انت في سكيف علي ما انت مالورزمون اتردي بوي ما انت انير مشاعنا لانا ابري دو جور ماتش ابري دو جور ماتش ابري دو جور ماتش ابري دو جور ماتش ابري دو جور On n'a même pas eu le temps de travailler une ou deux séances d'entraînement, puisque maintenant la récupération et une séance avant le match fait plus le déplacement, etc. C'est pour cela maintenant la fatigue, parce que nous avons maintenant le thermomètre maintenant scientifique, maintenant tous les joueurs pratiquement. هذا مدرب، هذا درب تونس كامله ترى كثير سنوات هو كيدرب، تيقول لك انا ما عندناش الوقت، راه ما كاينش المباراه هكذا مبرمجه. هذا الاحتراف، انت جيتي للوداد كتعرف الوداد كي دايره فعلا الوداد عندها التزامات. الوداد غادي يكون على درايه بالنتائج ديال الفريق والحاله اللي فيها الفريق. ما حدك جيتي تونجاجيتي الا خصك تحمل المسؤوليه، ما كاينش تبرير ديال ان خصني وهاد المسؤوليه ماشي فابور. فعلا بصراحه سي ابراهيم بنوني، بصراحه الوقت اللي جا فيه السي فوزي البنزرتي للشارع المغربي كامل ما تيقش بان فوزي البنزرتي مازال عنده درايه بكره القدم الوطنيه، والكفاءه ديالو نقصات بزاف على الصعيد المغرب العربي. وكان رمزي بانه انتعش في ثلاثه الانتصارات الاخيره، واذا به غادر فريق الوداد البيضاوي. ودابا المدرب ماشي هو رجل المرحله الحقيقه بالنسبه للوداد. دابا كاين ينتخب الوداد، خصهم يشتغلوا باش يخرجوا من هذه من هذه من الازمه ديال النتائج. دابا الديربي مره اخرى الاغتراب، ولاول مره كيتلعب الديربي في ملعب البشير. نعم. الديربي تلعب في اكادير، في مراكش، طنجة، الرباط، ثم تلعب في ليبيا. واحد الديربي كان تلعب في ليبيا، كانوا مشاو بجوج في طائرة واحدة. نعم. ولعبوا واحد الديربي في
الزمن السابق، وهذا أول ديربي كيتلعب في مدينة المحمدية. اللي كان أيضا جدير بالحديث عليه اللي هو الحكام، الحكام جلال جيد، هذا جيد آخر. واه هو اسم على مسمى. واش نقولوا جيد الثاني؟ لا لا، جلال جيد كنعرفوه ولد الدار البيضاء، خطى خطوات جيده، بدا في فئات صغرى وصل وفعلا غادي في مسار صحيح ويستاهل هاد اول مقابله ديالو في العالم في القسم الاول كانت ما بين الدفاع الحسن الجديد والأولمبيك خريبكة. يعني عنده الآن دابا 34 سنة من الحكام المتميزين. يعني الحكم اللي يعني في الهدوء ديالو، حكم اللي هذا كان أعتقد الديربي الرابع بالفعل بالنسبه ليه في المسار ديالو. هو حكم شاب كيعمل باش ينجح الديربي، راه كنلعب ديربي ديال الدوره 10 في 2021 مارس 2021 كانت الوداد انتصرت على الرجاء 2-0. الخميس 7 يوليو 2022 كانت ربع النهائي ديال كأس العرش ديال 2020 و21 بالملعب ديال العربي الزاولي، الوداد انتصرت ثاني على الرجاء 2-0، هدف ربع النهائي ديال كأس العرش. ثم كيعاودوا يلتقيو في نصف نهائي ديال كأس العرش في 9 يوليو 2023 يوليو الأخير، الوداد كتنتصر على الرجاء بهدف 1-0. ثم ثالث دجنبر الأخير الوداد تنهزم أمام الرجاء الدورة 14/2023/2024. هادو هما المباريات ديال جلال جيد اللي كانوا تيقولوا راه غادي يكون هذا الفريق محظوظ معاه ولا هذا الفريق. هادي الكرة هادي واحد الميزة اللي عند سي جلال جيد، هو واحد الهدوء ديالو في اتخاذ القرارات. وحاجة واحدة اللي كفرحني أنا ولد الحي المحمدي وهما بثلاثة، للحكام بثلاثة ولد الحي المحمدي، وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. لا وحتى اللياقة البدنية ديالو كان قريب من جميع الحالات كلهم. لا هو ما يكفي من الكفاءة البدنية ولا أخذ القرارات داخل الميدان، إذن عنده مستقبل ظاهر. كان في خريج مدرسة ديال التحكيم في الدار البيضاء 2006، حكم فيدرالي 2011، وكان لعب ديربي الأمل، بدأ بالديربي ديال الأمل بعد الرجاء والوداد. أول مباراة بالقسم الأول 2015 نهضة بركان والمغرب التطواني، في نفس الموسم 20 مقابلة. كاين بعض الإحصائيات 2016-2017 كان التنقيب ديالو جيد ضمن الحكام الثمانية في التصنيف السنوي للجامعة الملكية المغربية. وشارك في الدورة ديال الحكام الواعدين في مصر. كان لابد نوقفوا على الحكم، دابا الحكم ما نوقفوش نقولوا راه كان مزيان وداكشي، نتسناو حتى الحكم يغلط وعاد راه ما عندك يلاه علقوه. لا نكونوا ايضا نعرف بالفعل. استاذ اسمه حمد ابو السن، تكلموا على الحكم جلال الجيد على المسار ديالو، الشاره الدوليه اللي كيحملها، وبالتالي كان في المستوى الكبير هذا اللي على غرار مجموعه من الحكام الشباب اللي كيقوموا الان. كاين تغيير كنلاحظوا فيما يخص التحكيم ديال المباريات، حكام الشباب اللي كيقودوا مباريات في المستوى العالي، وبالتالي كيتركوا واحد البصمه كبيره، بصمه اللي كتشرف كره القدم الوطنيه. اليوم كما قلتي بان نتكلموا على الحكم اللي كان في المستوى، ما نتكلموش على الحكم غير في الوقت اللي كيكون كيرتكب اخطاء وكيكون منصفين. كان ديربي رغم الاداء التقني ديال المباراه ما كانش في المستوى، ولكن الحكم كان في المستوى الكبير، ولا سيما فعل حساسيه هذه المباراه اللي كتجمع فريقين او غريمين ديال مدينه الدار البيضاء. نزيد الحكم ديال الشرط بجوج، لان الحكم الاول
عنده شارك في كاس العالم مع رضوان جيد. والحكم الحكم الثاني راه كان تلميذ عندي هنايا في المؤسسه. انت خرجتي على حكم مزيان. كاين ايضا يحيى عطيت الله. يحيى عطيت الله ولد اسفي من مواليد جوج مارس 1995. احنا ماشي ضد ان يحيى عطيت الله. يحيى عطيت الله راه دار واحد التدوينه وقال على ان انا طلبت مستحقات ديالي باش ما يضيعوش ونكون تقدمت. يعني تفاجئوا قبل من الديربي يومين او يوم قبل من الديربي يحيى عطيت الله اللاعب الدولي المنادى عليه مره اخرى باش يشارك في الكان ديال الكوت ديفوار حاليا وطلب المستحقات ديالو اللي كتجاوز واحد 420 و 430 مليون ديال هذا الموسم. ولكن راه كاين ديال الموسم الثاني اللي فات كينتظر. ولكن المحامي ديالو او الوكيل ديالو اعطى للوداد الاداره ديال الوداد واحد المهله. الوداديين كيبان لهم على ان في الوقت اللي كاين مشكل عند الرئيس الوقت اللي كاين اداره كاين واحد التمزق كاين يحيى عطيت الله يخرج ويطلب المستحقات ديالو. لا هذا رساله بجات للوداد. عاد درت تدوينه هو تيقول لهم انا ماشي انا راه طلبت لان باش ما يضيعوش لي الفلوس ديالي. يحيى عطيت الله عطى للوداد ولكن الوداد عطاته يحيى عطيت الله حتى واحد ما كيذكر على انه لعب الاولمبيك من 2014 2019 لعب نادي فولوز اليوناني 2019 ثم الوداد. شفنا شنو حقق مع 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 الوداد. لعب ايضا المنتخب الوطني اقل من 15 سنه اقل من 17 اقل المنتخب الاولمبي المنتخب الرديف والمنتخب الاول. وشفنا كيفاش في 10 نوفمبر 2022 كان ضمن التشكيله ديال 26 اللي غادي لا كوب دي موند. هو اجتهد امكانياته مهاراته مؤهلاته. ولكن راه كاين ايضا حتى الوداد. الوداد ها هو التحق بالوداد مسار ديالو هو اجتهد وعرف كيفاش يشتغل ولكن لقى الفضاء ملائم. هو من اللاعبين اللي استفدوا من وسام العرش من درجه ضابط بالاستقبال ديال جلاله الملك 20 دجنبر 2022. كل حاجه نحطوها في بلاصتها. كاين السيح عطيت الله ولكن كاينه الوداد. ان اول مقابله في الدوري البرو كان لعب مع الجيش الملكي كانت هزيمه في 2013 مع الفريق ديال الاولمبيك اسافي. ثم ايضا المقابله اللي اول كان فيها رسمي كانت مع شباب الريف الحسيمه واللي انهزم فيها ايضا الاولمبيك اسافي 3-1 في غشت 2014. اول هدف كيسجلو كان في مرمى ديال اتحاد الزمور الخميسات اولمبيك اسفي كان انتصر بهدفين لواحد في نوفمبر 2014. وكاين فهو التحق بالوداد فاتح يناير 2020 من فاتح يناير حتى يناير من يناير الى يناير والتحق بالوداد في يناير 2020. ولكن تاخرت المستحقات ديالو هذه من الاخطاء ديال الاداره. ولكن الان كيعاتبوا حنا نقولوا ما نعاتبوش هذا الولد هذا كيبقى هو شاب باغي المستحقات ديالو. ولكن يكون واحد شويه ديال الحوار يقولوا له ودي انت لاعب عطيتي للوداد عطاتك الوداد ولكن كيفاش ان في واحد الفتره اللي تكون هذيك الفرقه اللي عطاتك كيفاش انت تتعامل وكيفاش دابا المكتب المديري والمسؤولين ديال الوداد راه باغيين يجمعوا له الفلوس غاديين يقادوا له داك الشيء ديالو باش الوداد ما تضررش. العتاب اللي كاين هو الظرفيه اللي جا فيها المطالبه ديال المستحقات ديال يحيى عطيت الله. كما قلت استاذ اسمع محمد ابو السال انه وجد واحد الفضاء، الفضاء ديال الممارسه. هو الوداد الرياضي اسم كبير، فريق كبير، القاعده جماهيريه كبيره، وبالتالي تم وقع واحد المشوار اللي خلاه يوصل للفريق الوطني المغربي، يشارك في نهائيات كاس العالم السنه الماضيه، حرز مجموعه من الالقاب مع الوداد. ولكن ما يعاب او العتاب الموجه ليحيى عطيت الله هو الظرفيه. فريق الوداد الرياضي اليوم كيعيش
مرحلة فراغ من جميع النواحي، كاين نتائج سلبية، كاين غياب ديال الرئيس، كاين أزمة ديال السيرية. اليوم الكل كيعاتب حيت طلع الظرفية اللي خلاته، لأنه كيعمل قميص الوداد اليوم غير كان غير مسموح ليه بهذه الظرفية مستحقات. كنعرفوا الآن راه الجامعة الملكية المغربية ولا غرفة النزاعات راه كتضمن الحقوق ديال اللاعبين كلها اللي كانت كما كانت. لا حتى هو، ولكن دابا الآن بقى واش صحيح على ان لان تبعنا على ان اشرف حكيمي ما جاش ما دخلش ما التحقش بالتجمع ديال المنتخب الوطني المغربي دابا الترخيص، لان لعب في كاس سوبر الفرنسي وفاز به مع البي اس جي ضد تولوز هدفين لصفر. تيقولوا على ان حتى يحيى عطيت الله خد الترخيص ولكن ما ربما بغاش يلعب. انا لا اعتقد ان هذا الامر هذا غير دابا ملي كيوقع مشكل بحال هكا كيبقى هادشي كيتجبد بزاف، كاين اللاعب وكاين الوداد، ولكن العلاقه اللي بيناتهم هذيك راه كتولي دار ديالهم الثانيه بالنسبه ليه هو. ملي كتكون شي حاله بحال هكا راه كيخص الكل يتضامن جند. وهذا نوع لانه هو الان هادو تيكونوا اللاعبين تيكونوا مواطنين، غدا ملي غيكون مع العائله ديالو مع هذاك راه غادي ماشي حنا ماشي في الجنه، ما غاديش تكون الامور كلها بخير. انا السؤال اللي غادي نطرحه هو واش كان عطيه الله غيدير هذا الطرب ديالو لو ما كانش مع مع في التجمع ديال المنتخب الوطني، لو كان مع الفريق مع المجموعه يعني ما كانش مع المنتخب واش كان غيدير هذا الطرب ديالو؟ كنظن انه كاين تسرع، لان الظرفيه ما كتسمحش بهذه، ولكن كيف قلتها سيدي محمد بان المكتب المديري بانه خدام باش يجمع هذا القدر ديال المال باش يفكوا هذا المشكل هذا باش الفريق الوداد ما يكونش في الظرفيه هذه الحاليه. اي ولكن هذا راه ظرف صعيب، لان فراسك على ان الان الوداد راه صفر درهم على حساب دابا كاينين الناس يدبرون الوداد. هذه وضعيه، هذه حاله الان معروفه. كاين اللي كيقول لك دير مش حاله ديال اللي كيكون واحد تسير ديال الفرد ديال الواحد تسير فرداني اكيد حتى ما تعرف الامكانيات ما تعرفش التقارير كتكون هكذاك، يعني كاين عدد ديال الامور اللي ما كتبانش. ولكن كي قلت بان فريق الوداد بحال زاويه من الزوايا، لان هذوك هما الفرق اللي ولو انك تكون عندهم مشاكل، لان كاين الناس اللي ما يخلوش الفريق في الازمه هذه. نعم. لان فريق الوداد فريق كبير، فريق اللي التاريخ ديالو هو تيشهد عليه. غير هي كنعاود نقولها بان الظرفيه ما كانش عطيه الله، ولو ان غنقولوا حقوق ديالو، ولكن بفريق الوداد باش تعرف عطيه الله اكثر عند وصل بزاف ديال المراتب، ولكن تتبقى ولكن ثم هذا احتراف الان ما بقاش، ولكن احتراف كل واحد احتراف في التزام التزام ديال اللاعب التزام ديال الجميع. نعم. لكن كنهضروا على الاحتراف اخي ابو السهل والسي محمد كيف كنشاطروا الراي ديالو، وكيفاش فريق الوداد البيضاوي دخل لهم موسم 2023 2024 وباقي اللاعبين مثلا عطيه الله باقي كيتسال المستحقات ديالو ديال الموسم اللي فات. ماشي غير عطيه الله، اللاعبين جميع العدد ديال اللاعبين. واش ما دارش جمعه عامه باش يدوز؟ ما كاينش، ما كانوش جمعه عامه من 2019. ايوا هذا مشكل كبير. ونادى الوداديون كانوا كيناديو بهذوك الجمعه العامه، وحتى الجمعه العامه ملي غادا تنعقد كيخصها تكون يعني جمعه عامه بالفعل، جمعه عامه اللي فيها النقاش وفيها الصراحه. وفي هذاك الجمع العام اهم نقطه هو ملي كتكون التقرير الادبي والتقرير المالي، ثم كيكون دراسه ديال الميزانيه المرتقبه. نعم. لان المشرع عارف شنو كيقول باش كل واحد يعرف شحال عنده ديال الامكانيات. على حسب امكانياتك يمكن تقول غادي هذا العام غادي نلعب على الشامبيونز ليغ، غادي نلعب على هادي، غادي نجيب لعابه كبار، غادي ندير. اما انت غادي ولكن بلا حساب، النهار اللي غادي تلقى تبغي دير الحساب ما غتلقى والو. مشكل. وتراكمات ديال اربع سنوات ولا خمس سنوات ديال اللاعبين هذا مشكل كبير اسمع من تاخ. باش يحل مشكل فريق الوداد دابا غادي يصعب عليه الحال باش يدير جمعه عامه ديال المواسم الفارطه. اذا ما عرفتش
لا هذا مشكل مطروح دابا عند الوداديين، هما كيهيئوا باش يديروا الجمع العام ديالهم وباش يحلوا المشاكل ديالهم، وكنعتقد على ان هاد الطريقه باش غاديين راه غاديين بواحد الطريقه باش غاديين يعاودوا يصوبوا الوضع ديال الوداد بطريقه تكون اكثر شفافيه اكثر وضوح مع اشراك المنخرطين، لان ضروري خاصك تشارك المنخرطين، لانه الحديث على الازمه ديال الوداد اليوم ازمه ماديه ولا ازمه سيريه هي جات في الظرفيه هذه، لانه الفريق من قبل ما قبل شهر من الان كنا كنتحدثوا لعب النهائي ديال السوبر ليغ الافريقي، المستوى اللي قدم الكل كان كيتمنى باش يشوف الوداد في ذاك المستوى الكبير وبالتالي وصل للمباراه النهائيه. كنتحدثوا على الازمه الماديه اليوم، من قبل ما كانش ازمه ماديه، كانت مستحقات ماليه عالقه للاعبين ولكن كانت كتصرف بواحد الطريقه على حساب الامكانيات اللي كتوفر للميزانيه ديال الفريق، وبالتالي ما كانش حديث على الازمه الماديه. اليوم كنشوفوا وضع اخر كيعيشوا فريق الوداد الرياضي، كاين تمرد ديال بعض اللاعبين، كاين مطالبه بالمغادره ديال بعض اللاعبين، كاين المطالبه ديال المستحقات في الوقت في هذه الظرفيه هذه، ولكن كنشوفوا كما قلت السيد محمد ابو السال كاين التفاف ديال الوداديين حول الفريق ديالهم. الوداد عاش ازمات في من حين لاخر ولكن مرت كل الامور كلها بسلام. اليوم كيعيش ازمه كيعيش فراغ سيري، الوداديين الان كيهيئوا البيت ديالهم الداخلي، وبالتالي غير ربما غنشوفوا فريق متعافي، فريق اللي غادي كما يقول يمرض ولا يموت، فريق اللي عنده قاعده جماهيريه كبيره وكبيره جدا. شفنا المداخل في السنوات الاخيره اللي خلفت الجماهير ديال الوداد اللي كانت كتجاوز 260 280 مليون 300 مليون في مباراه واحده، وبالتالي قال الفريق الوداد قادر باش يمر من هذه الفتره فراغ بسلام، وبالتالي العوده لسكه النتائج الايجابيه، العوده للتسيير السليم، العوده للبحث على الالقاب، العوده للبحث على المجد الكروي اللي كان عاشو في السنوات الاخيره. غادي نمشيو الى الكان مره اخرى، غادي ندخلوا هذه المره 19، شاركنا 18 مره في 33 دوره، من بين 33 دوره المغرب كان مشارك في 18 دوره، فزنا مره واحده هي كانت 1976، ومره واحده كنا في الرتبه الثانيه 2004، ومره واحده كنا في الرتبه الثالثه نيجيريا 1980 مع جوج ديال الاطور المغربيه. كيبان لي على ان المراحل اللي حيدنا جورج مارداريسكو ديال 1976 ف 2004 كانت مع بادو زاكي، 1980 الرتبه الثالثه حمادي حميد الدوش ومحمد جبران الله يرحمه، ثم ايضا رتبه رابعه جوج المرات مع فاريا مع المهدي فاريا، مره في مصر ومره في المركب الرياضي محمد الخامس 1988 من اللي استقبلنا احنا هنا. اذا غادي نمشيو جميعا لمناقشه الموضوع. كاينين مجموعه ديال اللاعبين، 11 لاعب شاركوا في كاس العالم ما كاينينش اليوم، وكاينين اللاعبين ديال المنتخب الوطني الاولمبي اللي جابهم المدرب وليد الركراكي. وليد الركراكي بعد ما كان لاعب 2004 وصلنا من النهائي، علاش اليوم وهو مدرب ما نوصلوش ونديو الفينال؟ هذا هو النقاش اللي غنناقشوا اليوم. غادي كاين مجموعه ديال الامور، غادي نعطيو حتى العدد ديال اللاعبين. كاين واحد الدراسه ديال الامين العام لمجلس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، واللي عطانا العدد ديال اللاعبين اللي كيمارسوا في الخارج مغاربه، كيبان على ان المغرب عنده ثروه كبيره وبامكانه انه يحقق ارقى النتائج خاصه في افريقيا وعلاش لا حتى في العالم. وقلتيها في السؤال ديالك، قلتي احنا هناك افريقيا ننتمي الى افريقيا، ولكن من البداية كيتطرح هذا السؤال العريض، علاش فزنا مرة واحدة فقط؟ ويعني الأرقام والمسار كيبين على أن المغرب بدا كيبحث على كأس العالم قبل من كأس إفريقيا، والدليل هو أننا شاركنا في الإقصائيات ممكن فزنا على صعيد إفريقيا، والفيفا زادتنا واحد المقابلة جوج ديال المقابلات مع إسبانيا.
يا فاش نهز منها بهدف واحد لصفر في 61 بالدار البيضاء، وثلاثة لجوج في مدريد، وكنا أقرب باش نمشيو، لأن وأول مرة غادي نشاركوا في كأس إفريقيا كانت في الكاميرون 1972، ولكن حنا شاركنا في كأس العالم قبل من كأس إفريقيا، شاركنا في كأس العالم 70 قبل من كأس إفريقيا 72، عاد بدينا كنقلبوا، شاركنا 72 و76 ديناها. شوف هذا الفكر هذا سي إبراهيم بنوني. بصراحة من منذ الاستقلال هنايا الكرة المغربية كانوا عندها كانوا فيها عناصر متجربة اللي كانوا كيلعبوا بزاف في اوروبا، دونك المغاربة كانوا كيفكروا باش يلعبوا دائما في القارة العجوز اكثر ما يلعبوا في افريقيا. وهذا التفكير كان تفكير ديال الدولة المغربية، نعم. المملكة المغربية اننا بغينا نمشيو، كنا كنشوفوا فوق كنشوفوا بعيد. بقات عندنا ديك العقليه ديال المغاربه كيحققوا نتائج جيده مع البلدان الاوروبيه ومع كره القدم العالميه، ولكن ملي كيدخل لافريقيا كيلقى واقع اخر، كيلقى كره اخرى، كيلقى جو اخر اللي كيعرفوا ليه غير المصريين والتوانسه هما اللي كانوا كيعرفوا ليه واحد الفرق. ايوا ولكن ملي كنتكلموا على المصريين تاريخهم في لا كوب دي موند داكشي راه ضعيف. هو العكس ديال المغاربه، لان المصريين الاهلي والزمالك على صعيد كره القدم الافريقيه راه هما اللي عندهم الالقاب كثيره، وملي كيتجمعوا الفريق الوطني كيتجمعوا من الزمالك والاهلي وكيكونوا فريق منسجم وكيعرفوا يربحوا، لان الكاس الافريقي اللي داوه هما كنا ربحناهم حنايا باش لعبنا مع المباراه الاخرى ديال الاقصائيات ضد جنوب افريقيا، ربما كنا حنا خسرنا معاهم كنا نقدروا نمشيو حتى للفينال في بلاصتهم هما، ولكن حنا ربحناهم ذاك الهدف الرائع ديال يوسف حجي مصطفى حجي ديال بوركينا فاسو 98 نعم. وخرجنا خرجنا دغيا من الباب الصغير وجينا في حنا، على العكس المصريين داروا دوزيامين في المجموعه ومشوا للفينال وداو كاس افريقيا. داو كاس افريقيا. سي محمد انا نرجع غير الموقع الجغرافي ديال المغرب بانه قريب لاوروبا تقريبا واحد المسافه اللي كاينه قليله، وهذا دليل اننا كنشموا الرياح ديال اوروبا. لهذا اننا نقول بحال احنا اوني ادابتي باش نلعبوا غير في اوروبا، وخير دليل هو اننا المقابلات اللي لعبناهم في القاره العجوز اننا كنحققوا فيهم نتائج ايجابيه، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى اننا تكون هذه السنه هذه سنه 2024. ولكن ما نديروش الضغط كبير. لا 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 هو هذا انا غير متمنى ان الفريق الوطني المغربي يفوز بكاس افريقيا. هذا راجع ليش؟ لان السنه الماضيه احتلال الصف الرابع في كاس العالم، يعني كنقولوا بان كاس افريقيا كنقولوا في جيب، ولكن كي شرطي الى السي محمد هو انه ما يكونش ضغط على المجموعه لتحقيق هاد النتيجه. نعم. هاد الرتبه الرابعه غادي تحدث عليها، تطرح السؤال على وليد الركراكي. الرتبه الرابعه في العالم هو ضغط على المنتخب الوطني المغربي، وكيجعل على ان جميع المنتخبات كيوجدوا لي استمعوا له. وقلتيها في السؤال ديالك، قلتي حنا اوني 4 مونديال دابا، لامبيسيون بيان سور كاينه، لا بروميس نقدر نقول هي بحال في كاس العالم، عندنا واحد الجروب اللي غيمشي باش يدير لو ماكسيموم ديالو باش يفرح الشعب ديالنا، فحال اللي داروا في كوب دي موند، فحال اللي كيديروا ديما ملي كيلبسوا هاد التونيو. من بعد نقول غنجيبوها ولا ما غاديش نجيبوها، هادي كاين شي حوايج اللي في الكره اللي ماشي غير منا، اللي نقدروا حنا نكونتروليو، هي لونغاجمون، هي ليتا ديسبري، هي لونفي دو فير بليزير ا نوتر ا نو سوبورتير. وهادي كناكد من الدراري ووراوها قبل وغيوريها اونكور ان شاء الله في لو فيتور وفي هاد لا كومبيتيسيون، ملي غيحطوا لو ماكسيموم باش يفرحوا بلادنا ان شاء الله. نعم، لانه هو وليد الركراكي واعي وتعرف يعني القيمه ديال هاد المسابقه. نعاود نرجعوا له. ولا بريسيون كيفاش نقدر نقول لك، انا لعبت في هاد الفرقه
كنت جوار، كنت سوبورتر قبل ما نلعب في هاد الفرقه، كنت من بعد ادجوان. لا بريسيون ديما المغرب كانت عندها لا بريسيون في لا كوم دافريك، ديما كنمشيو باش نديوها وكاملين كنستناو من 76 نديوها. دونك بور موا يا با تشانجمون ماجور. إما لا بريوريتي اللي باغيين يديروا الناس، ملي حنا درنا الدومي فينال دونك خصنا بلوس نديوها دابا كو افون، الوغ كو سي با فري. يو دي جينيراسيون قبل اللي كانوا تاهما في المستوى ديالهم وما جابوهاش، علاش في هاد لا جينيراسيون غندير لهم كثر من الضغط اللي عندهم؟ ديما كيبغيو يفرحوا الشعب، كيبغيو يديو الارقام. حنا عارفين بلو لي كومبيتيسيون افريكان الز افونس بلو اون سيلواني دو لا دات اللي دينا لا كوب دافريك. الحق سي با ان ريزون بور سميت بلوس دو بريسيون، غنمشيو باش نلعبوا الكره ديالنا باش نحتو لو ماكسيموم، وسورتو باش ما تكونش عندنا لي روغري نبداو نقولوا ولا كنا ديرنا ولا ما كناش ما ديرناش. مي لا بريسيون انا بالعكس كنهزها بوزيتيفمون، وهادشي اللي بغيت نحتي اللعابه والجمهور ديالنا. اون فا دوني الماكسيموم، سي ان كومبيتيسيون اللي جايه ان اون ابخي لا كوب دو موند. لا ديرنيير كومبيتيسيون مشينا الكارت فينال، صافي 20 ans اللي ما مشيناش دومي فينال. Ça fait depuis 76 il m'a dit nahash. Au contraire, vous l'avez dit chauffeur FJ Akhra, je serai itra. Je serai itra. Vous l'avez dit nahash, je serai itra. Je serai itra. Même pas à Mounous, je serai itra. Je serai itra. Je serai itra. Je serai itra. Et c'est comme ça que les joueurs ils doivent le prendre. Par contre, les joueurs ne sont pas. Il y a l'état d'esprit. Les gens ne sont pas la confiance. Petit cadien là. Je serai itra. Il y a de la malédiction sur la Coupe d'Afrique. Et c'est le côté positif les Andans, c'est un beau challenge nesbalina باش نكونوا l'équipe اللي غادي تجيبها après 60. واضح. غادي نشوفوا الان كيظهر لي على ان المنتخب الوطني المغربي هو الوحيد اللي غير هذا العدد كبير ديال اللاعبين في هذه الفتره القصيره ما بين كاس العالم وكاس افريقيا. تيتغيروا 11 لاعب شاركوا في المونديال. رضا التقناوتي وشامل الوداد كيلعبش، عبد الرزاق حمد الله الاختيارات ديال الرئيس، ثم بدر بنون، اشرف داري، يحيى جبران، عبد الحميد صابري، زكريا بوخلال، الياس الشاعر، انس زروري، وليد شديره. كيقول لك اما كاينه اصابه او كاين ضعف ديال التنافسيه. بالنسبه لي اللي لعب كاس العالم وقال لك صافي انا وصلت ما بقاش كيجتهد ما يمكنش يمشي والاختيارات ديال المدرب. ثم كاينين تسعود ديال اللاعبين غادي يكتشفوا الكان لاول مره. المهدي بن عبيد مستحق كحارس مرمى، شادي رياض، يحيى عطيت الله عاد غادي يشوف تاول رفقات اول مره، عبد الكبير عبقار، اسامه العزوزي، اسماعيل السيباري، أمير ريشاردسون، أمين عدلي، وبلال الخنوس. بلال الخنوس شاب 18-19 سنة شارك في كأس العالم. هذا بدأ في كأس العالم. نعم. والربح الكبير اللي عندنا احنا بالأخص في المنتخب الوطني هو المشرف على 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 على, 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 على المنتخب هو أول حاجة مغربي لعب في المنتخب، لعب عاش هاد 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 هاد, هاد, هاد الحالات هادو، وصل مع الفريق الوطني للنصف النهائي، كان مساعد في كأس إفريقيا. أنا تيبان لي القرارات صائبة، ولهاد اللاعبين هادو بالأخص اللاعبين اللي صغار السن، أن تيبان لي بأنه استعدار المستقبل، المدرب تيفكر المستقبل، لأن نحن متبوعين كاين كأس إفريقيا اللي غيكون هنايا في المغرب، وكاين كأس العالم. يعني الاختيارات صائبة، لي مونك دو كومبيتيسيون ما عنده باش غادي يفيدك في المسابقة، لأن اللي فيها إقصائيات. لا بعرفت كتحس المدرب كيشو ديال العاطفة، شي واحد كيعجبوك كيكون معاه، وهذا الشيء راه وقع في 1957 في بيروت. هذا كان تيحكي الراحل سي محمد، انت كتقضي علينا بهذا الاحسان. العربي بن مبارك كانوا عنده جوج ديال حراس المرمى، فاش مشاو يشاركوا في الالعاب العربيه في بيروت، جوج ديال حراس المرمى كان عنده العياشي اللي كان تيلعب في الرباط في الفتح، وكان عنده السي محمد رفقي اللي تيقولوا له الصوبيس. هذا ديال الوداد. ماذا حدث؟ كيحكيو لنا العربي بن مبارك رجل متدين
ملتزم بالدين بالامور ديالو بالصلوات ديالو في الوقت ديالها. العياشي كان يصلي معاه. يعني هو ملي كيخصو حارس كيتلفت كيلقى حداه. المهم اختار العياشي ملي لعبوا بداو المقابلات. يعني كانت شي هزيمه في البدايه. ف الرد ديال السي محمد رفقي كان شويه فيه النوع ديال الغوات، ما تقلق راه تخاصموا وياه في شوارع بيروت. هذا اللي كيوقع. هذه الاختيارات ديال المدرب، الله يرحم هاد الناس كاملين، الله يرحمهم. هذا فقط كيبقى التاريخ اللي حنا كنحتفظوا به وكنحافظوا عليه وكيبقى هذه حكايه. والمغرب كان فاز بهذيك الدوره ديال بيروت ديال 1957، ثم الدوره الاخرى اللي تنظمت في الدار البيضاء كانت فيها شيء جميل ايضا، ان المنتخب الوطني المغربي انتصر على منتخب المملكه العربيه السعوديه ب 13-1. وهذيك اللي كان فيها كانوا الناس كيدبوا على النكته ديك الساعه، بدايه كره القدم في المملكه العربيه السعوديه. كان المجالس ديال المغرب تيقول لك اودي الاشقاء السعوديين ما بغوش، قال لك ما خصناش نلعبوا فوق الكازون، حرام. هذيك الوقيته هذه من الاشياء اللي كانت هنا ما كانش بلدان، اللي هذه من الطرائف اللي كانت. هو استاذ اسمه محمد ابو السلا تحدثنا على الفريق الوطني المغربي وعلى التشكيله ككل. اولا ما كاينش العاطفه، لانه تم شنا وليد الركراكي تاح الفرصه، تم استغناء على 11 لاعب اللي شاركوا في كاس العالم، وهذا ربما اللي سابقه في تاريخ كره القدم المغربيه، لانه لاعب شارك كاس العالم اللي هو غادي يكون بواحد المستوى، ولكن اعتمد على الجاهزيه والاداء ديالهم في الفتره الاخيره. من اللاعبين اللي كنشوفهم كاين اللاعب عبد الكبير عبقار ديال الكلاب الافيز ديبورتيفو، هذا من اللاعبين استاذ اسمه محمد ابو السلا نعطيو للجمهور، كان بدا فريق اسود الشوية ديال الفريق اللي شرف عليه الدولي السابق خالد راغيب، واجتهد والتحق بالديار الاوروبيه واجتهد والتحق على غرار بونو، حارس بونو اليوم كنشوفوا اللي كيفاش كان البدايه ديالو مع الوداد اليوم بالصبر. كذلك نفس اللاعبين شادي رياض المستوى ديالو الكبير. اذا هنا كاين مجموعه من العوامل اللي اعتمدها وليد الركراكي، وهي الجاهزيه والتنافسيه اللي في هذه الظرفيه. ولكن كاين عائق كبير، تكلمت على عدم احراز القاب في السنوات الاخيره. اليوم استاذ السي محمد ابو السل مثلا كنتكلموا على الكوت ديفوار، على مدينه سان بيدرو، راه كتعيش مجموعه من الاشياء اللي ربما تكون مؤثره على الفريق الوطني المغربي. كاين شويه ديال الكوفيد ياك، ارتفاع الملاريا، انتشار الملاريا، ارتفاع درجه الحراره، الرطوبه، كذلك انتشار البعوض. المدينه جميله، هي ثاني مدينه من حيث الكثافه السكانيه والاقتصاد ديالها من بعد ابيجون، ولكن كاين بعض المعاناه ربما غادي. ولكن كان ركار الطاقم الاول، الطاقم ديال الفريق الوطني المغربي الاول، هادشي كله شوف بالنسبه للتغذيه، بالنسبه غادي يديو مع الطباخ، غادي كل شيء كاين عندنا حنا كبير وكبير جدا لاجل احراز اللقب. ملي غنجيو نشوفوا ان مصر فازت 7 مرات من 59 حتى 2021 مصر، ولكن مصر في منافسات ديال كاس افريقيا كيف قال السي ابراهيم بانوني، مصر لم تحقق انتصار واحد في المونديال. مصر عندها تعادل واحد فقط. مصر يعني في الدوره ديال 1934 كانت رتبه 13، شاركت في مقابله واحده انهزمت فيها في الدوره ديال ايطاليا، ثم كانت لعبت مع المجر خسرت ب4-2. 1990 مصر كتحتل رتبه متاخره ايضا بدون فوز، جوج ديال هذا وهزيمه في الدوره ديال ايطاليا. مصر كتعادل مع ايرلندا وكتنهزم امام انجلترا. الدوره ديال 2018 اللي هي ما بعيداش، مصر انهزمت امام الاوروغواي ب1-0، امام روسيا ب3-1، وامام السعوديه 2-1. مصر ما عندهاش انتصار واحد، ولكن انت كتشوف كيفاش هما راهنوا على كاس افريقيا، عندهم 7 ديال ثم الكاميرون 5، غانا 4، نيجيريا 3، الكوت ديفوار مرتين، والجزائر مرتين، والمغرب مره واحده. هذو الاحصائيات اللي كيبينوا في المنافسات الافريقيه. يعني كيبان
أن الطموح كبير. دابا والضغط كنزلوا على نفوسنا كنقولوا ما يمكنش حنا كنا رتبة رابعة في كأس العالم وما نفوزوش باللقب غندخلوا مرشحين. وحنا كنشوفوا حتى في التصريح ديال وليد الركراكي ما قالش غادي نفوزوا، قال لك ولا ما فزناش ولا ما كانش. نعم وانا بحيت عارفين مستوى ديال كرة القدم الإفريقية ربما من واحد ناحية تجاوزت كرة القدم أمريكا اللاتينية، لأن المستوى ديال بعض البلدان في إفريقيا نيجيريا غانا السنغال المغرب تونس اللي كانت ربحت فرنسا في كأس العالم كان هناك فرق اللي ولا عندها بعد كبير في المنافسة الدولية. ولهذا رجعنا للفريق الوطني المصري كنشوفوا كيفاش كيربح بعد لي ديزيسيون ديال لاكوب دافريك خصوصا هذيك اللي شارك فيها المغرب وخسر في نصف النهائي هما كانوا في لي زانستونس ديال افريقيا. هذاك المشكله كانوا كيقولوا الحكم اللي فساد اللي كان فساد اللي كان لهما الجزائر ولا تونس كانوا حتى دابا في الدور ديال المجموعات حنا هما الافضل على الورق في الدور ديال المجموعات. نعم لان حنا في الدور حنا التصنيف ديالنا 13 الى خدينا المنتخبات الاخرين راه بعاد منا. حنا مشاركين في كاس العالم كنا حاضرين هاد 18 مره 18 مره اللي شاركنا في كاس افريقيا عندنا 70 مقابله اللي لعبنا ف 18 مره. نعم 27 انتصار 24 تعادل و19 الهزيمه مسجلين 82 هدف واستقبلنا 63 هدف وضيعنا شحال من ديال من الدورات ضيعناهم. نعم ضيعناهم اما بعض الناس كتلقى مشكل ما بين المدرب وعميد الفريق هذيك مشاكل كانت مطروحه. كاس العالم كاس افريقيا ديال الدار البيضاء وديال المغرب وديال بوركينا فاسو هادو جوج ديال لي زيديسيون اللي مشاو ديال الدار البيضاء لان التحكيم التحكيم كان عاون عيسى حياته طلع رئيس هنا من المغرب. نعم ودا معاه لا كوب دافريك. نعم كانوا عندنا جيل ولكن دابا كيبان على ان عندنا اجيال عديدة أجيال فيهم لاعبين كانوا محترفين كبار. نعم. ولكن ما فزناش معهم بلقب ديال كأس إفريقيا. اليوم كنلقاو القيمة التسويقية ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي 347.4 مليون يورو لا فالور ديال اللعابة ديالنا. راه أشرف حكيمي مع البي اس جي 65 مليون يورو غادا على رجليها فوق الكازون لا فالور ديال نعم وفي الحقيقه كاين هناك الخصم ديال المغرب الاول هو الملاعب هو الجاهزيه ديال الملاعب لان كوت ديفوار كتصب فيها الشتاء بزاف كاين رطوبه كنتمنوا هذوك الملاعب اللي كنشوفوا دابا فين تخباو في هذا الشيء كله لي كونديسيون كنتمنوا يكونوا بقاو ذوك الملاعب بنفس الجوده حتى النهايه. وراه كاينين المغاربه ساهموا في هذوك الملاعب كاينه واحد المراه مشرفه على الاناره هي اللي دارت هذاك الضوء المغربيه لابلوز واللوجيستيك والمدرجات واحد العدد ديال المغاربه ساهموا في بناء وتشييد هذوك ودابا حنا ساهمنا صوبنا دوك الملاعب وما ربحوش. قبل ما نشاركوا في كاس العالم اش كنا كنقولوا على الفريق الوطني؟ حنا كنقولوا بان كيقول لك الطياره باقا تبقى خدامه باش يرجعوا قالوا حتى العلابه دوزها في 2004 ولكن غير نذكر مستمعاتنا ومستمعينا غدا ان شاء الله غادي نقول لكم بادو زكي طرحنا عليهم مجموعه من الاسئله والاجوبه غدا ان شاء الله على اثير اذاعه ام اف ام حصريا غدا ان شاء الله بادو زكي غادي يجوب على الاجوبه ديالنا وديال مستمعاتنا ومستمعينا علاش ضيعنا اشنو اللي وقع اللي غادي يحكي لنا واشنو اللي وقع في الفندق الليله ديال المقابله شنو اللي وقع كيفاش تنهزنا في هذيك المقابله شنو اللي وقع في الليله ديال الفندق فعلا كيفاش كانت الاجواء المجموعه ديال ولماذا بكى زكي في الملعب ديال راديس الملعب نعم. المشؤوم تونس نهاية في هذيك النهائي جوج لواحد نعم. بدينا راه سجلوا عندنا في 5 دقائق الاولى ورجعنا في النتيجه سجلت علينا الهدف الثاني اللي كان شويه صعيب نعم صحيح. انا بقى السي محمد شهيد نمشيو لعند وليد الركراكي كيتحدث على الوصول الى النهائي
مشيتي للفينال حنا ما كنشوفوش بعدا واش غنوصلوا للفينال دابا كنشوفوا ماتش ابري ماتش سا توجور ايتي مون ديسكور ملي كنت في الفوس ملي كنت في الوداد ملي كنت في الدوحه ملي كنت في كوب دي موند كنشوف الماتش ديال تنزانيا لو 17 جانفي ان شاء الله باش نكون عندنا 3 بوين ومن بعد مور الماتش ديال تنزانيا غنشوف الماتش كونغو وحنا غاديين ولا وصلنا للفينال والتيران ماشي هو هذا غنتادابطا وغنكونوا فرحين بعدا نلعبوا في التيران هادشي اللي كاملنا بالحق اللي كتسولني على واش الجامعه تقدر دير شي حاجه سبا الجامعه اللي كتورغانيزي لا كوب دافريك على التيران حنا غنتادابطاو وكان دي تيران اللي يقدروا يكونوا مزيانين الماتش الاول والماتش الثالث لا بلوس تقدر تكون ماشي هي هذه وكان دي بارامتر كون بو با كونترولي مي اون دو بريباري حنا في ليتا ديسبري à tous les scénarios. Le terrain, il est bon, il n'est pas bon, il fait chaud, il ne fait pas chaud, on a des blessés, on n'a pas des blessés. Hachi, c'est des paramètres qui sont le staff qui ont fait le mot. On est réussi de le dire, on a fait le mot mentalement. Mais je suis un peu de mal, je suis un peu de des excuses. Et quand on a fini, on ne va jamais chercher d'excuses à la quoi que ce soit. Inch'Allah. Inch'Allah. Ma kaysh. Il y a un peu de mal à l'a'adar. Il y a un peu de mal à l'a'adar. Il y a un peu de mal à ضمن القائمة ديال التراث العالمي مدينة اللي يعني مدينة من الاختصاص ديالها ومعروفة بالصيد البحري أصلا ما نتصيدوش إن شاء الله ما غاديش نتصيدو نكونوا مزيانين إن شاء الله بالفعل أستاذ اسمح عندما بصول تكلمتي على راه تكلم وليد الركراكي في هذا الصريح اللي درجتيه دابا على المباراة بأنه غادي ياخذ كأس إفريقيا مباراة مباراة راه حتى المجموعة ربما البعض كيعتقد بأن المجموعة السادسة اللي كتوجد فيها الفريق الوطني مجموعة سهلة ولكن راه الأدوار متقدمة لأن كل ما زدنا في الأدوار تأهلنا راه غادي تكون مباريات صعبة صعبة لأنه في حالة إلا احتلينا المرتبة الأولى في المجموعة السادسة راه غادي نواجهوا في الدور ديال سدس عشر المحتل للصف الثاني في المجموعة الخامسة اللي كتضم كل من تونس مالي جنوب إفريقيا وناميبيا كيفاش ولا احتلينا المرتبة الثانية غادي نواجهوا المحتل للمرتبة الأولى في المجموعة الثانية اللي كتضم مصر غانا الرأس الأخضر والموزمبيق إذن غناخدوا المباريات الأولى ديال المجموعة السادسة والكل كيقول بأن المغرب عنده الامتياز ديال باش يتأهل ولكن الأدوار المتقدمة كتكون صعبة وصعبة جدا وهذا اللي خلينا غادي خلينا نتكلموا على الكؤوس الماضية اللي الفريق الوطني المغربي كيتجاوز الدور الأول ولكن كيوجد صعوبة في الأدوار المتقدمة كاين أسئلة حول نصير المزراوي نصر المزراوي الطبيب ديال المنتخب الوطني المغربي والطاقم الطبي تيقول لك غادي يكون واجد في 10 يناير 10 يناير يمكن له يلعب ناخذ معنا السي احمد نجاح السي احمد نجاح راه كان شارك في هذوك المنافسات وديال تاهل الكاس افريقيا ديال 72 وديال 76 الا انه ما مشاش شانه شان العربي الشباك الوالد ديال غزلان شباك نعم الله يرحم الناس السي احمد مرحبا مرحبا محمد عبد الرحيم السي شهيد السي ابراهيم السي ابراهيم والمستمعين الاعزاء انا قبل المنتخب عطيني دقيقه سي محمد الوداد عافاك مرحبا لان انا تفاجئت بهذا الشيء اللي قلتي قبيله بان واحد تيطلب المستحقات ديالو وبعض اللاعبين بداو كيفكروا يمشيو يعني معناه انه راه الوداد اللي وصلتكم صاحبي انت هو هذا الوقت اللي خص الجميع يلتف حول الوداد ماشي تزيدوها مشاكل انا بغيت غير نقول لهاد الدراري الا ما بروسومش النهار طاح جيفونتوس كانت جيفونتوس هي العالم ماشي ايطاليا وطيحوها لسبب ما ولا لاعب واحد غادر جيفونتوس ورجعوها في نفس الموسم الاخر كل اللاعبين يعني بس تعرف الحب تاع الفريق فعلا فاش يكون حب اما دابا الوداد حتى هنا في نعم. الدوري المغربي كاين فريق اللي كينزل للقسم الثاني ولا شي نزل كيجي الرئيس كيقول لهم نتوما طيحتوها غتبقاو معايا نعاودو نطلعوها فعلا ولكن حتى هنا في نعم. الدوري المغربي كاين فريق اللي كينزل للقسم الثاني ولا شي نزل كيجي الرئيس كيقول لهم نتوما طيحتوها غتبقاو معايا نعاودو نطلعوها فعلا ولكن كاين التزام مادي دابا اللاعب راه كاين مشكل ديال الالتزام ديال الامكانيات الماديه ديال المستحقات ديالو هذا راه من حقه سي محمد من حقه ولكن هذا الوقت هذا وقت الشده يعني الا صبرتي كاع واحد هذا الشيء زيد واحد حتى تبين الامور غادي يوقع ما غادي يوقع زائد اللاعبين اللي بغى يخرجهم الحكم وما هما رضاوش يخرجوا ليس فقط الوداد ترسل لهم هذاك التمرد هذاك التمرد لا سي محمد هذو خص الجامعه تدخل
يصطبون لأنه يسيء إلى الرياضة الوطنية ليس فقط الوداد. يسيئون إلى الرياضة الوطنية. هو أولا كاين النادي بعدا لأن النادي تيكون عنده قانون داخلي ألا تلتزم ألا لأن دابا الاحترام والامتثال راه الانضباط والامتثال هما جوج ديال القواعد الأساسية في كل التعايش كيف ما كان مع الإنسان الانضباط والامتثال. إذا هذا لاعب كيحمل القميص راه كيجري عليه واحد القانون راه ما يمكنش تقول أنا ما نخرجش ولا غادي كلش دخل جامعة كما والله في بلد آخر والله يصطب ما يبقاش يلعب كرة. ما معنى هذا يعني أنك تمرد منتظر منك لا ما يمكنش الوداد ماشي ديال هذا الشيء الوداد كبار من هذا الشيء هذا ما يمكنش تمرد الأمة تنقول وداد الأمة علاش احنا دابا هزنا النفس لأن وداد الأمة وداد الأمة ديال المغرب الوضع واحد الوضع معين هو اللي كيعطيك هذا الشيء وضع معين هو اللي كيعطيك هذه الأمور هذه وهذه السلوكات بحال هكا الرجال الأحرار سي محمد والذوي الأصل أنه في هذه الأوقات ما كيشوفوا حتى حاجة إلا الالتفاف حول هذا الموضوع تتمثل وجهة هذه التربية ديال الانتماء ملي كتكون تتربيتي في واحد النادي وكتعرف هذا الانتماء لأن أنا كنت كنعقل على اللاعبين الجيل ديال فخر الدين ونيبة بن عبيشة رشيد الدودي كنت نقول له شحال كتسالو تيقول لك شوف حنا مازال كنربحو تنتقلو على هذوك زيد عاوتاني حنا فلوسنا مضمونين تيقول لي حنا نبقاو غادي نبقاو سيدي كنربحو والمهم خنا قد ما ربحنا قد ما كنتسالو الفلوس ديالنا غايجيو كنعمرو الكارني وهاد المقابلات هادو راه كيبثو في الشاشه كيشوفهم العالم كامل راه كيقال السي احمد راه كيعطي الصوره ديال الكره المغربيه راه عيب على داك اللاعب هذاك التصرف اللي دار ولكن راه كاين واحد المساله استاذ اسمه محمد بوسال وهذه راه كيطالبوك بها مجموعه من الناس هي الحديث عن هاد المبالغ الخياليه اللي كيسينيو بها هاد اللاعبين بالحد الان كنتكلموا على الازمات داخل الانديه شوف هذاك السوق لا في كتدخل لواحد السوق وفيه الأثمنة هي هذيك دابا هذاك التوافق ما بين الرئيس الله يفرج عليه السي سعيد الناصري مع هذوك اللاعبين فتوافق معهم على 400 مليون على 300 على كذا على هذو كاين لاعب اللي تيكون غادي لبلاصه اخرى تيقول كنجي للوداد انا من بعد واش يتخلص ولا ما يتخلصش هذا هو المشكل الحديث على الاداء ديالهم التقني داخل الانديه اداء الجمهور كيشوف ملي كت بعقتات كيبان لك على ان القيمه ديال هذوك اللاعبين باش موقعين فعدد ديال الفرق عدد المباريات ولكن المجال الفني والمردود الفني ماشي هو هذاك راه خاص كنقول هذيك المعادله ما قدش محمد ماشي في اول هزه يعني كل واحد بغى يهرب واحد بغى فلوسه واحد يا سيدي راه غادي تفتش كما كيقولوا الاولين راه غادي عندك وغتحميك الجامعه والله يكون في عون هاد الناس اللي كاينين كيسيروا دابا السي عبد المجيد البرناكي اللي زكاه المكتب المديري وهو كان النائب الاول للرئيس باش يضمن وراه كان عندهم اجتماع بالامس حددوا فيه يعني المهام ديال الجميع في هذا المكتب المسير ومكتب مسير فقط السيد الرئيس الناصري راه مازال رئيس لان مازال الى قانونيا حتى يكون حكم نهائي نعم. هذا راه خاص الناس يعرفوا هذه الامور هذا راه كاينه قوانين اللي كتضبط هذه الامور كلها والله يفرج عليه الان الوداد ما غاداش يتوقف الوداد الآن وداد حرة طليقة بريئة الوداد مؤسسة تبنت على هدى من الله أنا دائما كنقول هذه المؤسسات الكبيرة هما زوايا بحال الأضرحة بحال هذاك لأن فيهم وليدات تعلموا تتربوا كتدخل الملعب كأنه بحال شبيب المسجد فيه ناس اللي هما تيتنظفوا فيهم تيتعلموا المبادئ الاخلاق والتربيه والحب ديال الوطن وتيتعلموا الاخلاق الحميده والعنوان اللي دايرين للوداد كيقولوا العائله العائله راه هادشي اللي بغينا سي محمد كيما جاوا هاد الناس دابا وتحملوا المسؤوليه رغم كل هادشي اللي كاين بغينا حتى اللاعبين اللي هما عنصر اساسي يوقفوا جنبهم ويمشيوا معاهم وما هربوش هاد الناس ما هربوش وقال تقول واحد قال لهم من هنا 10 ايام تعطوني ولا ندير الاخر قال لي بغي نغادروا يعني انه هذا ولكن راه شوف هذا اللي ظهر اما راه كاين يعني مستحقات اللي تاخرات هذه سنوات
الناس كينتظروا خاصة هذوك ديال المنحة السنوية، هذيك المنحة السنوية اللي مازال كينتظروا فيها واحد العدد. عاد كاينين اللي ليتيج اللي كاينين في الجامعة واللي كاينين في الفيفا واللي كاين، وهذا الشيء كله الآن ربما جات هذا الحدث هذا باش تعاود الوداد أنها تعاود تهيكل من جديد وتعاود أو تاني الوداد تبنى من جديد وتعاود تقاد شغالاتها ترتب البيت ديالها. مرة مرة كيخص يكون هذا الترتيب. احنا بغينا نجاوبوا على اللاعب نصير المزراوي اللي كيغيب عنده شي إصابة تحت الركبة. بالفعل كانت قلنا سي محمد أنا عجبني دابا قال لك غادي مالك ما بقاش عندنا ملعب مزوين مزوين احنا الرطوبة الإصابات ما الإصابات غاديين احنا منافسة وغاديين باش خصنا فيما راه واخا يقول لك الكرة هذه وحنا كاع تنقولوا كرة هذه ولاعب افريقيا يختلف عن كأس العالم، لكن راه المغاربة واحد 99 ولا 100% كاع عندهم أمل أنه بلاد الفريق اللي هو نعم بقى معايا غادي نستمعوا لوليد الركراكي كيتحدث على الحاله ديال نصير المزراوي. نصير المزراوي اللي كان عنده اصابه وغيباته الان كيرجع كيدرب بوحدو. وليد الركراكي في الوقت اللي تيقولوا على ان راه كاين ملف طبي ما تديش شي لاعب اللي هو مصاب، المصاب ما يسافرش، وحنا ديما تنقولوا حتى في العرف ديالنا حنا المريض ما يسافر. ولكن كنظن وقيله في القانون اللي دار دابا في القانون اللي دار دابا في يوم 11 كتقدم اي كومبيتيسيون كتعطي له لو دوسي ميدي. ولكن نستمعوا للسي وليد الركراكينا كي ما كان الحال فنصير مزراوي كيبقى قطعه وكيبقى انه عنصر من العناصر الهامه من ركائز المنتخب الوطني المغربي، والعطاء ديالو بواحد السخاء والتفاني. شنو اللي تيقول عليه وليد الركراكي مع لو بايرن؟ je crois que c'était aux alentours du 17 ou du 19 décembre. Le médecin d'Yenna, le docteur Bodo Safar Munich, باش نعرفوا l'état exact de la blessure d'Yelo. Roma, ils étaient partis sur 6 semaines. Ahna, le bilan d'Yenna, il y a entre 3 et 4 semaines. Donc, c'est un joueur, les régimes Ana, on va le préparer, Inch'Allah, parce qu'on espère, dans la logique des choses, Ndouzo au deuxième tour. Bechikoun Moujoud, Ima, à partir du deuxième match, du troisième match de poule. Et si mais quand je me joue le deuxième match, je me joue le troisième match, ou là, Inch'Allah, huitième de finale, ou la douzna, avec tout le respect que j'ai et l'humilité qu'on a pour la compétition. Mais là, quand même, nous, nous sommes à la compétition, et qu'on me joue. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a mis l'Ina, qui m'a mis le groupe. Donc voilà. هذا التبرير هذا التبرير التبرير نمشيو دابا نعم هو الاستاذ اسمح دابا سال نفس التصريح ونفس التبرير اللي عطاه الطبيب ديال الفريق الوطني المغربي حتى هو عطى التوضيح نفسه قال لك مشى ولكن قال لك غادي يكون في لو 10 غالبا لو 10 يكون واجد لكن لو 10 المقابله الاولى عندنا حنا لو 10 مزيان نمشيو للمنتخبات. السي احمد نجاح منتخب زامبيا في الرتبه 84 ومنتخب زامبيا نهار كالوتشا سي محمد ومشات لوقات لهم راه كان واحد الوقت كانت طاحت بهم الطياره والجيل كامل وكيف نجا كالوتشا رجعوا راه ما كان واحد الخساره غلبونا ب 4-0 نعم سي محمد احنا راه حتى هما شاركوا 18 مره شاركوا 18 مره من 1974 ولكن فازوا باللقب مرة واحدة 2012 ووصلوا للربع النهائي في الألعاب الأولمبية ديال 88 هذا التصنيف العالمي كيحتم واحد من 13 تال 84 راه فرق كبيرة سي محمد ولكن راه دائما كنقولوا افريقيا تختلف كثيرا عما كيوقع خارج افريقيا كل مباراة كما قال غنلعبوا مباراة مباراة وانا يعني ونحترموا جميع الفرق بأنها فرق قوية ومنافسة بقوة يعني راه لا إلى تزينا أي شوية شوية راه غتكون مفاجآت ما كيبغيها حتى واحد في المغرب حنا راه كما قلت لك سي محمد راه 100% تاع المغاربة كيقولوا هذه فرصتنا وحتى الشباب اللي كاينين دابا هاد اللاعبين اللي كاينين راه هم يكونوا عندهم لأن يعني كثير منهم ما غاديش يكون 25
نعم. لان كاين اللاعبين اللي ما يمكن ما يلعبوش الكان مره اخرى فرصتهم وفرصه المنتخب موفرين الحمد لله كل شيء كل شيء متوفر كل شيء يعني الجامعه ماشي فايته ما يجب ان يوفر نعم غادي الى خدينا المنتخب ديال تنزانيا التصنيف ديالو 131 المشاركة الوحيدة كانت 1980 كيبان على أن على الورق هو لعب 6 ديال المقابلات في تاريخه كاملة بصفر بدون فوز تعادل 1-5 ديال الهزائم كيبان على أن على الورق أشي محمد كل منتخبات الشرق يعني شرق إفريقيا كلها ما عندهاش تصنيف لا تنزانيا لا الصومال أنا كل اللي في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا يعني ما عمهم كانوا وسط أفريقيا وغرب أفريقيا وخاصة غرب أفريقيا نعم. هما يعني الفرق وكين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو هي الأخيرة في ترتيب ديالنا دابا وكان 67 تصنيف ديالهم 67 دائما احنا بقينا 13 احنا بعد منهم هاد منهم تفرض علينا يعني نزكيو هاد التصنيف وعندهم بطولة مرة واحدة 68 يعني حتى هما بعد يعني سي محمد شاهد غير السي احمد كتبقى الحيطه والحذر بالنسبه للمنتخب المغربي لان كي كنقولوا بان عندنا هذيك المرتبه ديالنا ديال 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 ما ينومناش في العسل والفريق اللي غادي يلعب ضدنا غادي يكون مستعد لينا بمعنى الكلمه وكي قال المدرب بان لادابتاسيون مع جميع المتغيرات اللي غادي تكون وانا على يقين ان المنتخب المغربي غادي يمشي في المسار الصحيح لان كي قلت انايا بان المدرب لعاب ومدرب مغربي ومدرب اللي عاش هاد المراحل هادو ولعب 2004 وصل في النهائي اليوم هو مدرب ما بغيناش يوصل غير النهائي بغينا يفوز بالنهائي ان شاء الله غادي نعاودو نرجعو لعندو بقى معايا السي احمد كاين سؤال اللي تطرح على دوك الوليدات كيقول لك هادو نعم أقل من 23 سنة فازوا بالكأس أمم إفريقيا اللي تنظمت هنا في المغرب فزنا بها بالفعل مزيان ولكن تيقول لك كيفاش غادي ناخذهم الآن وراه اللاعب اللي عنده 23 سنة ولا عنده 22 ولا عنده 21 غير وقيته فاش خاصو يلعب اللاعبين لعبوا كأس العالم سي محمد عندهم 17 سنة و 18 سنة باش نخليو 23 سنة راه هو يكون خلاص عنده التجربة وعنده القوة وعنده لافيتاس عنده لافيتاس وعنده كل شيء 23 سنة عز طلب يعني عز طلب نعم واخا نستمعوا الرأي ديال المدرب وليد الركراكي Les jeunes, ouais, Kainini Kano déjà Mahana, on va prendre Abdé ou Bilal Lidaro déjà la Coupe du Monde, Ken Mour la Coupe du Monde, Ken Shadi Riyad, Richardson non, mais je crois que Saïbari, Ken Salah, Dikluartoukouchi, Ken Ojao déjà Mahal Brésil. Le rassemblement du Brésil, ça va dans l'évolution de l'équipe nationale. Dima, quand Fkar a le présent, quand Fkar a l'avenir, je suis capable de dire, ou Had Mouchachab, Ratish, Moraya, ou Hsin Wujid, les compétitions Nijayin. Et en plus de ça, sans parler de compétition, à l'instant présent, Had les jeunes Kestello, Daoun Coupe d'Afrique, U23 Fdar, ça va dans les révolutions. L'Abin Fle Club Yelom, Alain Kemlin, titulaire, Imma Oussama, l'Ekelaf Bologne. Qui est un club qui a une surprise pour la Serie A et qui a un profil d'El Sofiane Amrabat, mais il représente l'avenir. Et comme ça, je pense qu'on a un bon équilibre entre le présent et l'avenir. Et tu aimes que Brom had groupe d'El Kassel Alem, ben Shouma, Tchouma, Menbad, ils prennent le relais. Fahli Daro, Kbel Ma Hakimi, Ma Nasseri, Ma Mazraoui, Kbel Ma Hervé ou Ma Vahid. On est dans l'évolution, c'est un plan structurel qui est à la fédération. Non, un plan structurel. غادي ناخذوا فاصل قصير ثم غادي نرجعوا اولا نقولوا للسي احمد نجاح يعني الان كاين تفاؤل كبير السي احمد ياك كاين تفاؤل كبير لكن انا عندي ملاحظه فقط انه كما قلتي راه كاين دراري تاع 18 19 20 23 لعبوا كاس العالم ولعبوا احنا الان راه غادي المنافسه قويه صحيح ما نقولوش غادي نوجدوا المنتخب احنا قدامنا كاس افريقيا الان
ديال لو 17 خلي المنتخب وخلي المستقبل وخلي احنا حاجه واحده هو كاس افريقيا تاع كوت ديفوار صح من ما كاينش باقي كاس راه من هنا من هنا لهنا شكون اللي عايش شكون اللي احنا مازال ما نهضروش على البلاغونيه صافي سيدي احمد ان شاء الله انت دابا عندك هذا كتسناه هذا لان داك كاس افريقيا ديال 76 خدمتي فيه ودمرتي فيه وعشتي الاقصائيات وهذا ان شاء الله ديال محمد راه فاش كنسمعوا مصر 7 مرات غانا ما عرفت 3 مرات وحنا جايين من حكم منهم غانا 4 مرات الكاميرون 5 مرات مصر نيجيريا 3 مصر 7 المصريين المصريين راه متبع شويه انا ديالهم راه قالت غادي نبغي نجيبوا ثمن راه غادي تا هما بواحد القوه و سيدي ما قالوا عيب علاش لا مزيان تبارك الله عليك السي احمد شوف باش ما نقولوش حنا تا حنا راه غادي تكون راه كما قال شهيد وعبد الله انا قلت ما نجاوش نعم شكرا شكرا السي احمد تبارك الله قالك ما تزازاوش شفتي راه ديك اللغه هادي راه ملاليه ما تزازاش عندك تزازا عندك تزازا تبارك الله على السي احمد شكرا فاصل قصير ثم غادي ناخذ معنا ابراهيم الفلكي بعد لحظات. المنتخب الوطني المغربي فاز سنه 1976 باللقب في اثيوبيا ومازال غادي نرجعوا للتفاصيل ديال هذاك المشاركه وشنو اللي وقع ملي لعبنا الدور الاول كانوا جوج ديال المجموعات ثمانيه ديال الفراقي الدور الاول غادي نتحولوا من مدينه ديرداوا الى اديس ابابا وكيفاش هذوك اللاعبين طلعوا للطياره وتحرق واحد الموتور ديالها ما بقاوش عاود باغيين يركبوا الطياره تحرق فيها الموتور عاودوا في ديرداوا مع الكولونيل الراحل بالمجدوب المهدي قال له هذاك واش صوبتي قال لي راه عاودنا صوبه قال لك لا الاخرين كيفاش صوبتي يلا طلع تحرق ما بغاوش وكاين اللي عنده الفوبيا ما كيقدرش مازال يلكف في الطياره واحد مجموعه ديال اللاعبين هذو كل الموضوع اللي غادي نرجعوا له وكيفاش مشاو وشنو اللي وقع ايضا كيفاش عاودوا انتصروا اليوم رصيدنا لقب في 76 مع جورج مارداريسكو هذاك المدرب الروماني 2004 رتبة ثانية مع بدو زاكي واللي غادي نستضفو غدا ان شاء الله 1980 نيجيريا رتبة ثالثة 86 في مصر رتبة رابعة رتبة ثالثة مع حمادي حميد الدوش ومحمد جبران الله يرحمه مصر والمغرب مع المهدي فاريا الله يرحمه 86 و88 وعرفنا شنو كان يوقع لينا في 86 داكشي كيفاش خرجونا طريقه غير قانونيه طاهر ابو زيد عنده جوج ديال لي زافيرتيسمون ما عندوش حق يشارك وديك الساعه كان بداو كيردوا بعضياتهم شكون اللي غادي يدوز رئيس الاتحاد الافريقي وشكون اللي غادي يدوز بداو الخواطر سدوا عليهم وكتبوا البلاغ وصل عليهم الراحل عبد اللطيف السملا اللي كيدق عليهم قالوا سادين الباب وتيكتبوا في المحضر باللي راه قبلوا ان طاهر ابو زيد يلعب هو اتصل بالمغفور له الحسن الثاني قال لي راه اش داروا لنا هي فاش المغرب خدم في اتجاه انه يساعد عيسى حياته باش يكون رئيس وطلع رئيس وحتى هو شتنا اش دار لينا ما عندنا زهر ابراهيم الفلكي مرحبا سي محمد وسي ضحاك وتحياتي لسي ابراهيم بنوني والله العظيم انا راه كنحسدك انك تجمع امنيه سي ابراهيم بنوني وسي الله يعطيك الصحه دابا كنت كنسمعهم انا الله يحفظك سي ابراهيم نقلب على شي واتساب نعيط لسي شهيد نعيط لسي ابراهيم الله يحفظك سي ابراهيم وتحياتي اولا شكرا على هذه الفسحه الجميله وهذا الكم الهائل من المعلومات ومن الاخبار ومن النقاشات ومن الاستجوابات اللي قدمتي خلال هذه الفتره كامله. انا ساحلق معك في نقطه مهمه جدا لم تتر اعلاميا تتعلق باللاعب المغربي محمد الشيبي وما تعرض له في مصر. الان محمد الشيبي حسين الشحات خرج بكفاله في اطار القضاء المدني خرج بكفاله. في الوقت اللي الاتحاد المصري واعلام الاهلي يقول على ان الشيبي يجب ان يعرض على لجنه المنازعات
لعقابه وحمانه من الممارسة الكروية ومدى الحياة كيطلبون التوقيف مدى الحياة والتوقيف مدى الحياة دابا هذاك اللي غادي يحكم عليه مدى الحياة في الكرة وغيبقى مدى الحياة في الكرة وانت كتشوف المصيبة المصيبة سي أبو سهل أن إعلام الأهلي وبنعها شوبير وأنا حزين جدا على الكاريزما اللي كيملك شوبير فيما يخص الإعلام والرياضة وينزلق هذه الانزلاقة ويطالب بعقوبة قاسية للشيبي مع استثناء الإعلام المصري كامل لا يرى ضرورة لاتخاذ مثل هذا القرار. هذه النقطة الأولى. أولا لا غير في هذه النقطة عاد مشينا وكس إبراهيم تفضل بالله عليك كاين صحفي حقوقي غادي يمشي في اتجاه ديال التوقيف مدى الحياة لواحد اللاعب وهو يدرك أن التوقيف مدى الحياة هو توقيف يشبه القتل الاعتبار يا أخي راه هذا اللي تيمشي في هذا الاتجاه صحفي ما عمرو كيمشي في هذا الناس يتحبسوا والناس يمشيوا للحبس صحفي ما تيمشيش في هذا الاتجاه صعب هذا واحد الضغينة هذاك الولد وقع له مشكل مع هذاك صرفقوا صرفقة شافها العالم نعم بالفعل ولي راه شوف هو صرفقوا في, 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 في القاهرة ياك في القاهرة صرفقوا في القاهرة والناس في والناس والناس في عاصمة أخرى قال يحشم عليك كاينه قضية على أن حسين الشحات لم تتم المنادة عليه للمنتخب المصري وسي محمد الشيبي الآن من ركائز أساسية ديال المنتخب المغربي في الكان ديال الكوت ديفوار هذا علوم اللي شافوا تعيط ليه واللي شافوا جايبينه لأن العمل كان تعرض للإصابة وفي هذا الوقت ويستحق هذاك الولد اجتهد بالفعل وحتى انا تبعت الصحافه المصريه تقولوا على ان الشيبي الان من احسن المدافعين اللي كيمارسوا على مستوى افريقيا المؤحسن مدافع ايمن في افريقيا وهذا بشهاده الاعلام المصري وكنت قدمتها خلال الاسبوع الماضي شهادات في حق الشيبي هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه تتعلق بالتحكيم الافريقي في الكام أن التحكيم الإفريقي دار واحد ترتيب تسلسلي أول حكم مغربي وهو القزاز يحتل الرتبة السابعة رضوان الجيد يحتل الرتبة 23 كوناك الجزائري غرب الصف الأول كيني بيترو كامو في الثاني الأثيوبي بالاك تيسيما الرابع الكونغولي المصري أمين عمر الموريتاني دحان والإشادة اللي كانت عندكم بما يخص الحكم جلال الجيد هي إشادة مشروعة وطموح مشروع لحكم قادم إن شاء الله شأنه في ذلك شأن الحكام الشباب اللي مارسوا سنة 22 أو الذين مارسوا 23 واللي الآن يرسمون على مباريات جيدة خلال هاد الموسم بالنسبة لنا احنا قد عندنا دورة واحدة في بطولة المغرب وهي الدورة 15 فيها توازنات غريبة جدا تتلقى الترتيب التسلسلي بين الفرق وهي أربع نقاط ما بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي على بركان وثلاثة نقاط ما بين البركان والوداد ونقطتين على الفتح ومن الصف السادس إلى الصف العاشر تلقوا أربعة نقاط إذن البطولة لن يحسم فيها بشكل قطعي لأن هناك فرق صاعدة من المراتب وغادة تكون رحلة من بعد الكان رحلة اللي غادة تكون شاقة بقى 15 دورة وراه سمعنا احنا فوزي البنزرتي بدتي من دابا تيقول لك لا عدد كبير ديال المقابلات كيفاش عدد كبير ديال المقابلات الان هذا راه عطى واحد القيمه لان الناس كانوا كيبغيو يتفرجوا في واحد العدد ديال المباريات ديال اوروبا وديال هذاك ونتبعوا المقابلات ديالنا نتبعوا اللاعبين ديالنا نساهموا في الخزينه ديال ملي غادي يكونوا الملاعب عاود مزيانين داكشي غادي تكون الامور مزيانه نبقاو معك في الكان السي ابراهيم بالفعل بالنسبه كان هناك اراده قويه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سواء تعلق الامر في الاعداد اللوجستيكي الاعداد المادي الاعداد البشري ثم هناك التوجه اللي غادي به المدرب الايطالي الوطني وليد الركرادي فيما يتعلق بتجديد هياكل المنتخب المغربي وانتم قدمتم ال 11 لاعب التي تغيب عن المجموعه لاسباب موضوعيه ووليد الركرادي الان الفئه العمريه التي يتوفر عليها هي فئه عمريه ممتازه جدا لعبت كاس العالم وفيها اللي لم يلعب كاس العالم ولكن فاز بكاس افريقيا للشباب هذه كيبان من خلال الكلام ديالو الماضي والحاضر هذه دوره مهمه
بالنسبة للجميع، لأن دورة كتجي من بعد ما كرة القدم العربية والإفريقية وصلت للنصف النهائي. إذا كان ككان كامل خصو يرتقي، راه ماشي يقول لك غير المغرب. المغرب حاول غادي يجر هاد الأمور، المغرب دار اللي عليه، وحتى الكاف الكاس حتى الكونفدرالية الإفريقية حتى هي راه زادت شوية من السومة ديال الجوائز المالية. جوائز بالفعل السي إبراهيم، ولكن زادت بلا إضرابات بلا والو. لا لا ما كانش 40% باش تم الرفع من القيمة ديال المنح ديال الجوائز ديال الكاس إفريقيا الأمم كوت ديفوار 2024. ولا 7 مليار يعني. البطل 7 مليار سنتيم، الوصيف ديالو 4 مليار سنتيم، نصف النهائي. بلاتي بلاتي نقراو هادو ابراهيم، بلاتي نقراو نصف النهائي 2.5 مليار، 2 مليار و500 مليون. واش كتحسب معنا ابراهيم؟ اسمع راه الملاير هادو. لا كنحسب انا اختي صفر. واخا دور الربع السي ابراهيم 1.3 مليار سنتيم. هذا ما كيهمناش، هذاك دور الربع وداك الشيء. نصف النهائي 2 مليار ونصف. حنا لا لا ما نعرفش هذاك الشيء الاولى. حنا دابا كنشوفوا 7 المليار، حنا كنشوفوا 7 المليار. كاينه نقطه مهمه سي محمد، وهي انا شفت الصحافه الاوروبيه فرنسا بلجيكا ايطاليا المانيا وغيرها، وتيقولوا على ان الان اوروبا ستكون فاقيتين من لاعبي الافارقه، هجره اللاعبين الافارقه الى المنتخبات الافريقيه للكان الافريقي، وبالتالي بطولات اوروبيه ستكون يتيمه من لاعبي الافارقه وهم على مستوى عالي. وكانت هناك اشاده باللاعب اشرف حكيمي في المباراه ديال السوبر، تصور معي، وكانت هذاك البوطو ديال الخشب ملي ضرب حكيمي ضربه الخطا البره، راه توجد شويه باش عاودوا بدلوها، تخلي من واحد الساعه لاروم ولا الساعه باش بدلوا البره. وكانت اللوح ديال الخشب كون غادي يهرسها كما واحد العام بوطي في الرباط المغربي الفاسي مع الفتح، وكان ديك الساعه باقي غير الحمري، بوطي تضرب الكره كضرب الخشبه اللي كنا هذيك الساعه اللوح. شكرا لكم. نهايه بقى معايا بقى معايا الثروه، غادي نعطيك غير بعض الاحصائيات. مرحبا. هادو اللاعبين اللي كيمارسوا خارج هذا البحث كانت داروا المجلس ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، 600 لاعب في 28 بطوله، 689 لاعب في 529 نادي، هادو مغاربه في 45 دوله، 689 لاعب 529 نادي في 45 دولة، اللاعبون تقريبا 608 موزعين على 460 نادي في 28 دولة. في هاد الدول شكون؟ فرنسا، بلجيكا، هولندا. كاين غير في فرنسا وبلجيكا وهولندا كاين أكثر من 100 لاعب، هادو اللي كيلعبوا في المستوى العالي. كاين 530 نادي كروي، كاينه 298 ينشطون في الدرجات الممتازه. الاقسام الثانيه كاين اكثر من 290 لاعب، حوالي 100 لاعب في اقسام الهواة، هادو اللي عندهم لي ليسونس وكيلعبوا. السي ابراهيم مستوى ممتاز. 117 كيلعبوا في الهجوم، تخير مع راسك. 218 الوسط في الجناحين اليمين واليسار، وحراس المرمى اللي العدد قليل شويه 25. راه عندنا واحد الثروه اللي خصنا نعتنيو بها، وهادو كلهم راه هادو كلهم كيلعبوا الكره مزيان، ولكن حتى هما داخلين في المساهمه ديال الجاليه، دوك الامكانيات كيجيبوا الفلوس لبلادهم. هادو سي محمد هذه اشاره، اعطيتي ارقام، هذه اشاره للمغرب، البطوله الوطنيه واللاعبين المغاربه والمدربين المغاربه. راه حنا شفنا 8 مباريات هذا الاسبوع اللي داز، لا داعي لاننا ننتقدوا اللاعبين، ما كيبانش انهم لا عندهم طموح باش يمكن لهم يرتقيوا الى المنتخبات الوطنيه. هذه همسه صريحه منك السي محمد بهذه الارقام اللي قدمتي، ومازال نعطيو مزيد من المعلومات، مزيد من الارقام، لان ماشي شوف الطرطره سهله. لا الترترة الهضرات راه دابا نشد شي واحد نعلقو حنا اليوم ما عجبناش ونصفيو معاه الحسابات كيف الحديث برنامج ديكريبتاج غدا غادي يتحدث على الابتزاز. كاين اللي تيدير الابتزاز، حنا كنقومو بالتوعية، لانك انت كتمارس واحد النوع ديال الاعلام وتمارس به الابتزاز ديال الناس. لا عيب. شكرا شكرا شكرا، تحياتي لكم جميعا. بارك الله سي ابراهيم الفلكي، رجعوا لعند مخرجتنا سناء
في فاصل قصير ثم نعود. إذا الساعة الثالثة والأخيرة في برنامجكم من الملاعب الرياضية. إحنا كنتكلموا على الأندية. كاين النادي اللي مازال الوضع ديالو الوداد، شفنا شنو اللي وقع، الله يفرج على الرئيس ديالهم. التحول اللي كاين، تدخل المكتب المديري كأعلى هيئة في الوداد، متعدد الفروع واللي فيه أسماء وازنة، شخصيات ودادية، واللي الآن بغت تلقى الحل حفاظا على المؤسسة. مزيان. يوسف يتبر رشيد كانوا غادي يعقدوا جمعا، ما تعقل شنو اللي وقع السيم بالفعل كنت اللي قريب من تما. بالفعل الاستاذ محمد ابو السال كان يوم امس موعد الجمع العام العادي اللي غادي كانوا غادي ينعقد بالقاعه المغطاه بالملعب البلدي، ولكن لم يكتب له الجمع العام اللي عرف مجموعه من الاحداث اللا رياضيه بكل صراحه، لان الفريق الان كيعيش ازمه ديال هذا الجمع العام. جمع عام كاين كتكون فيه قاعات، يكون فيه اعلان، كاينين منخرطين وغادي يدخلوا، كيجي ممثل ممثلين ديال المؤسسات من السلطات من الجامعه عصبه وتيدار الجمع عام. شكون اللي غادي، شنو اللي واقع؟ يوم امس غاب الكل، جميع زميلي اسمه محمد ابو سال، غاب ممثل العصبه، ممثل الجامعه، ممثل السلطه. علاش غادي يغيب؟ واش وجهوا لهم الدعوه؟ بالفعل كانت موجهه، عندهم لاكوزيد ريسبسيون سي محمد، عندهم لاكوزيد ريسبسيون، خصهم يجيو، ولا ما غايجوش خصهم يقولوا علاش. صيفطوا لي ميل، صيفطوا كل شيء. اولا غادي يكونوا خداو ترخيص. نعم. ترخيص ديال القاعه باش دير التجمع ديالك. يعني هذا الفريق الحريزي عنده عائلته، عنده وليداته، عنده محبين ديالو، عنده مسيرين ديالو، فريق محترف. وكانت محاولة عديدة للم الشمل، ولكن لا حياة لمن تنادي، بحيث كل كاين اللي داخلين المكتب، كاين اللي خارج المكتب، كل واحد نشبت بالرأي ديالو. اللي خارجين المكتب كاين الناس طيبين، باغي سعد الرحيم الكاميلي بالفعل رئيس سابق ديال المجلس. كاين ايضا السي زرقان اللي كيتدخل حتى هو من حين الاخر، دات البين وراء الوالد ديال نور زرقان اللي كيلعب في شباب السوان. مجموعه من الناس المسيئين، مجموعه من رجالات ولاد حريز اللي باغيين يجمعوا الشيء ديال فرق الشيء، ولكن هذوك اللي ما لقاوش البيضي الان كيمارس نور الدين كيمارس، ولكن ما شاهدنا يوم امس وما وقع يوم امس يندى له الجبين بكل صراحه. كاين رئيس الفرقه وهو رئيس ديال الشركه، هو الحاج نور الدين البيضي، الجمعيه الرياضيه هو فتح الله المدني، سي فتح الله المدني هو رئيس الشركه كيقول الان. وكاين ايضا شاكر الحاج شاكر عبد الغني، جميع الاله جميع، كاين واحد العدد ديال المسيرين ديال ابناء ولاد الفرقه. غناخذوا معنا الرئيس الحالي اللي هو رئيس شرعي ومشروع فعلي مشروعيه ديالو، سي المدني. سي المدني السلام عليكم. سيد محمد كدير لاباس عليك؟ الصحه بعدا مزيان. كان الاخوان المجرمين رحيم والضيوف وجميع الطاقم ديالك والمستمعين والمستمعات ديال ام اف ام. احنا تلقينا مكالمات عديده، لان شنو اللي وقع هذا الجمع عام اللي ما كتبش له عاود يكون؟ علاش؟ هو كان واحد الاجتماع شحال هادي، وكان نيت معنا السيد الرئيس حبيا رئيس يعني العصبة، وطلب منا ان السعب السلام بالقشور ياك خلينا نزيق على اساس جوج الحوايج. اول حاجه ان الجمعيه راه غادي دير الجمع العام ديالها، وسميتو الشركه غادي دير يعني الجمع العام ديالها ودير الاجراءات اللي مروحه بالمسطره وداكشي فعلا. ولكن الامر السيد الرئيس راه الامر يختلف بالنسبه للشركه والمجلس الاداره ديالو، هذوك ماشي بحال. انا جايك السي محمد، انا غادي نفصل ونفصل داكشي باش يفهموا المستمعين والمستمعات. دابا اتفقنا على اساس هذا، وان الرئيس ديال الشركه اللي كان هذه مقترح هو السي نور الدين البيضي، وهذا دزت معاكم الام اف ام وصرحت بها. نعم. متفقين؟ نعم. معاك الاستاذ محمد، وقلناها على اساس ان غادي درنا الاجراءات ديال باش يدار واحد الجمع العام ديال الشركه تا هو، وبدينا قبل من هذا الجمع. وصلنا المرحله الثانيه اللي كتسمى مجلس الاداره. هذا المجلس الاداره يتكون من هاد لي زاكسيونير كيوليو متصرفين. نعم. حنا عندنا سبعه عبدو ربي وسته وحدين اخرين، سته ديال
بما فيه الكاميلي والاخ ديال نور الدين ونور الدين وبالمامون وشاكير وسميتو ونجمي بن سبعه حنا هذا. والقانون كينص على ان يعني هاد لي زاكسيون يعني المساهمين اسمح لي الا قلت شي مره بالفرنسيه كيديروا واحد المجلس ديال الاداره كيتكون من 3 إلى 12 على حسب اللي كاينين. حنا عندنا غير 7، هاد 7 اتفقنا وصلنا بزاف المراحل المسطره وصلنا الى يعني اتينا بما يسمى بخبير محاسباتي وعطانا سميتو كان معنا الحاج نور الدين فواحد جمعنا فواحد المكتب ديال الاداره وجمعنا وقال دينا قال محضر اخير باش نديروا هذوك اللي دوك المتصرفين يديروا هو ياخذ هو الرئاسه. نعم. عطينا نهار يعني هادشي كان نهار 18 في الشهر ما جاش هو نهار 18 اتصلت بالاخوان قال لك نديروا نجمعوا من بعد شي ماتش اللي كان غادي يتلعب مع الوداد نهار السبت قبل المباراه جمعنا ثاني على اساس عطيناه المحضر وسنينا ورقه الحضور حنا اللي كنا مجموعين معنا الميتس الكامل والاخوان ودزنا وعطينا بدا يقراو في المحضر نحكو قراو ونلقى واحد يعني انه بعد الاطلاع على انا كنعطيكم داك الشيء تدقيق ما فيش لكن شي حاجه يجاوب هو يكذب هذا الشيء ان طالع على المحضر ديال ماشي المحضر يعني رابور تقرير رابور فينونسي تقرير مالي ديال المحرك خبير محاسباتي وفي واحد المبلغ مالي ديال واحد المبلغ ما نذكرو مبلغ بسيط وداك الشيء بحال فائض بالتالي هو تفاجئ هذا محصور في السنه الريادية ديال 22-23 كنهضرو على 22-23 اذا قالك لا انا هذه مبلغ ديركتي مع الكوميسير وكتبتي هذيك السنه ووضح لي وهادشي راه غادي يبان في الجمع العام العادي ديال الجمعيه وغادي بالديتايل داك الشيء يعني مفصل ما كاينش تدقيق كما يقولوا ماشي غير سميتو تقرير مالي كيقولوا لنا داخل لا في مشاو هادشي وكل واحد يعطيه ولا انت ما قالك لا انا هادي عندي انا هادشي اللي مخباني شنو سميتو ديما كنسمي على شي حاجه ما كنطالع اللي من حقك طالع تبغي في الشركه الشركه ولكن الا بغيتي تسنى تسنى قالك حتى من الشهر يعني من 1/7 ثاني بغا هذاك اللي دي دابا في اخر هذيك الساعه كان اخر العام اللي تاني سالي اخر العام ونديرو كرام عندنا المصاريف ما عندناش شي حاجه دابا انتم اختلفتوا حول هذاك التقرير ياك باش حنا ما نخلوش لا ما احنا لا احنا ما اختلفنا معاه والو هو اللي ما بغاش وكنت انا اش اقترحنا عليه سي مسمعت عطينا قلنا ليه انت خذ هاد المحضر وبرك انت والكوميسير كونت ويعطيك كل شيء بالتدقيق نعم احنا راه عندنا انا نوضع الاخوان ونوضعكم انتم في الصوره احنا عندنا تقريبا 6 كنين ديال الدرهم تقريبا خسرنا هذا العام هذا باش نديروا ديك النزاعات وشهود نحكوا شي 580 مليون تقريبا 6 درهم ياك دائما كتبقى ديك 6 كنين ديما هذا العام ثاني جاي 6 كنين ديال شكون هاد 6 كنين اللي جات اسمها جات من ما تم يعني تسييره من ناحية المالية السنة السابقة ديال 2022 اللي غادي توقف فيها هو وبقى هذاك الشيء كيتراكم وبالتالي هذا المال هذا اللي كيهضر عليه هو مسامي عبدو ربي اللي جا راه عندي 68 يوما انا لا بصرف ولا ما عنديش شي حاجة في هذه السنة هذه كنهضر على هذه السنة المالية فيه ما صارفينش حنا شي حاجة هذوك شي مصروف كان الرئيس اللي عنده تفويض وكان كيخدم هو شاكير كلشي داكشي مضبوط عنده دابا شنو دابا واش غادي كل جمعه لا مغناش ندخلوا حنا التفاصيل الله يخليك شوف طول عليك التفاصيل شو غنقول لك السيد محمد واش كاين كل جمعه العام ولا ما غاديش يكون هنا جمعه ديال اش هاد الجمعه اللي ما دارش واش غادي يكون ولا ما غايكونش دابا علمنا على شي جمعه عام ديال الشركه غادي يدوز الجمعه المقبله الجمعه المقبله ان شاء حنا علاش ما بغيناش باش يكونوا بيناتكم خلافات كثيره بغيناكم تجمعوا سي نور الدين البيضي ابن الفريق لعب في الفريق وسير الفريق لا دابا وهذا وانتم حتى انتم لا اسمع دابا قضيه هاد السبعه هما اللي غادي يقرروا
نهار دابا مابقاش غادي يعطيه هو الاقتراح ديالو، دابا يتجمعوا هذوك ونديروا هاد يعني مسطره نتبعوها. وانتو هذوك السبعه هما اللي غاديين يصوتوا عليه ولا يصوتوا عليه؟ صافي هذا نهار الجمعه عندكم هذا الشيء يعني هو لا اقول لا اسمع مهند لا اقول يصوتوا عليه، يصوتوا على واحد هو ولا غيره، هو ولا غيره. نعم غادي يترشح. دابا كاين جوج طرق، يا اما التوافق يا اما الديمقراطيه تصويت. نعم كاين جوج الحوايج. احنا امام القانون، احنا امام القانون كنطبقوا القانون ان شاء الله. احنا اللي بغيناك تبقاو مجموعين، وهذاك الفريق ديال ولاد حريز ياك محمد لا يبشر ما وقع بالامس وما وقع يوم المباراه، لا يبشر بالخير. انا استحي ان يكون زعما هذا فريق عريق ولا هو، ولكن علاش غادي انتم غتقدموا غديروا جمعان ديالكم ما كيحميكم حتى شي واحد؟ سي المدني لا ما سمعت سي المدني سي المدني سمعت السؤال. نعم معك عبد الرحيم. يوم امس واش ما شنا غياب السلطه المحليه، غياب المجموعه الوطنيه، غياب الجميع، واش كانت واش كانوا كم اخبار ديالهم ولا لا؟ واش كانت واش بعض الاشخاص كيطالبوك بالاستقاله؟ وضح لنا الامور. الاستقاله لا غادي يطالبوا بالاستقاله في الزنقه في الخارج، لا داخل القاعه، داخل القاعه، داخل القاعه. نعم لماذا يطالبون بالاستقاله؟ الاستقاله اسمها القانون بين، قانون بين بين واضح. اللي بغى يطالب بالاستقاله، الاستقاله خصني نديرها انا طوعيه بالفعل. وهذا الامر هذا التلاعب هذا معروف في جوج الاشياء باش نفهموا الامور نوضحوها امام الراي العام. هالطريقه اللي كانت البارح وهذا الاسلوب، انا عندي 35 عام في هذه الاجتماعات ومتجاوز الجموع وهادشي كنعرفهم، ماشي ديال الكره ديال كثير كثار من هادشي. شوف هذيك الطريقه معروفه فيها جوج الحوايج، عندها اهداف جوج الحوايج. الهدف الاول هو كيشوفوا هذا عبد ربي كيقول لك هذا سميتو انا نضغط عليه باش يدير الاستقاله ديالو ومارسوا عليه الممارسات البلطجيه. البلطجيه اقولها واكرروها وراه مسجل داكشي ولا بغيتو تشوفوه كاين. الحاجه الثانيه الهدف ديالها الثاني هو انه اللي يمكن ان في القاعه دون بلا ما نرجعوا واش كاين هذا، ولكن كاين السلطه بعدا والتقرير ديال سميتو عندنا موقع عليه الكوميسير كونت، حضر ولا ما حضرش موقع. نعم هو يتحمل مسؤوليته. اذا عاد امام هذا الوضع كاين جوج الاعضاء كانوا البيضي وابو شعيب واحد العضو معنا في ما سناوش، وكون سناو كان غادي يدوز غادي يولي ثمانيه. ودابا هو بقى عندكم فرصه. شوف سي فتح الله المدني شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله احنا راه بغيناكم تمشيو في اتجاه هذا الفريق اللي هو عنده جماهير ديالو وعنده لاعبين واللي كيعيشوا منه، كينتظروا التاهيل وكينتظروا التنميه وكينتظروا واحد العداد ديال الاشياء. راه عيب ان تبقاو نسمعوا هذا الشيء على راه كاين منخرطين عندهم. ولا عيب سيد محمد، سيد محمد دابا حنا بجوج ما سميتو، ولكن الشرعيه راه معروفه بك. اكيد راه دابا حنا ما غناقشوش هذا الشيء. لا اسمع لا انا ما بغيتش نخليك نوليو تنجبدوا شي حوايج اخرين اللي غادي نوليو فيها مشاكل كثير. لا ما غادي نجبد والو، لا الشركه لا ما غادي نجبد شي حاجه. الشركه باش نعطيك واحد انا مستجد هو ان الشركه هاد لي زاكسيونير ديالها مع هاد المتطرفين انتهت المهمه ديالهم ثلاث سنين، فهمتي؟ انتهت ايوا. ها انتم غادي يكون عندكم الجمع العام نهار الجمعه ونعاود نرجعوا معك الاسبوع القادم. شكرا لك سي فتح الله المدني رئيس نادي يوسفية برشيد. هذا وضع اللي وكل مره يوسفية برشيد بالفعل الان كنشوفوه في المرتبه الاخيره وضع مزري، وضع من اجل تقلد المهام، وبالتالي غادي نتمنوا الجمع العام الجمع القادم يكون حل لهذه الازمه ديال فريق يوسفية برشيد. عندنا فاصل قصير ومن بعد فاصل قصير غادي نمشيو نقدموا العزاء الى الفنان والرياضي وجود بوجمعة بوعزيزي الله يرحمه ويوسع عليه، كان صديقا عزيزا للرياضيين وللفنانين بالتواضع ديالو وبداك اللوك ديالو، داك اللباس التقليدي الذي كان يعني يحمله ويتجول به ويعيش فيه يومه حتى الرحيل والكيسان ديال الشاي اللي عطى للناس. فاصل قصير ثم نعود. وجود بوجمعة بوعزيزي
واللي كيعرفوه الرياضيين واللي كيعرفوه الفنانين وكيعرفوه ايضا كاع حتى المسؤولين. هذا الرجل اللي ابتسموا ليه الملوك الثلاثه، المغفور له محمد الخامس، الراحل ايضا الحسن الثاني، وايضا محمد السادس الله يشافيه والله ينصره. هذا ولد المدينه القديمه ودادي، يعني من مواليد 1940، 83 سنه كان في العنايه المركزه حتى توفى. هذا كان من ذاك الجيل اللي مارسوا المسرح وكانوا تيقدموا مسرحيات وسكيتشات في الساحات العموميه. احمد القدميري، المفضل الحريزي اللي كيلعب الدور ديال امي الهرنونيه، الحبيب القدميري، بوشعيب البيضاوي، بوشعيب البيضاوي اللي كان كيلعب الدور ديال المراه والاسم ديالو بوشعيب زبير، ولد المدينه حتى هويا. وهاد الناس كلهم بداوا مع بوشعيب رشاد وثم، ولكن هو كانت عنده علاقه مع واحد المجموعه ديال 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 اللاعبين. كان عنده علاقه ديال الوداد مع بوشعيب خالي، مع دوك لا تريبلات شتوكي عبد السلام، ومع محمد رفقي القول، مع عبد الرحمن وبن المحجوب وخو السي محمد، مع عليوات. قال لك عليوات كان ولد المدينه ومشى للراجا، قال لي ما عمرني فهمتها. هو تيحكي مسكين، كان عنده علاقه مع كبور، هو ولد العرصه، ولد العرص تفتيح في المدينه، شكون فينا اللي ما كيعرفوش؟ والله من هذا المنبر الله يرحمه ويغفر ليه، كي قلتي شكون اللي ما يعرفوش، لان كنا كنشوفوه في الشاشه ديال التلفازه، بعزيزي في الجلسات وفي بعزيزي، وهذيك اللهجه ديالو، ديك اللهجه ديالو غير ملي تيبدا يهضر تضحك انت. والله يرحمه ويغفر ليه ويرزق الاسره ديالو الصبر. من هذا المنبر كنعزيو العائله ديالو، كنعزيو وليداته المغربي ووليداته، لانه كتشوفه كتبقى تضحك انت على داك الشيء اللي كان كيدوز في المسرحيات كيف كان سي محمد. ولا راه لعب المسرح ولعب السينما. السينما كان عنده فيلم اطفال الشمس مع الطيب الصديقي، كان مع محمد عصفور الله يرحمه، ايضا كان عنده الكنز المرصود، عوده الفهد الوردي مع في انجلترا، يعني لعب واحد اللعبه. ولكن دائما الابتسامه، هذيك الابتسامه دائما العلاقه بالادهان للجميع. هذا تسجيل حصري على اثير اذاعه امف، كنحتفظوا ليه بالخزانه ديالنا، كان صديق ديالنا، صديق رائع. والحديث مع الوداد والحديث على كره القدم، كان عنده ملاحظات وكيشوف المباراه من الزاويه ديالها. في الاستجواب اللي كنا جرينا معاه هذه واحد تقريبا واحد العقد الاخير في احدى الجلسات، وكنا طرحنا عليه السؤال، قلنا له بعزيزي، حيت قلت له انت ما كيبانش عليك السن، ما كيبانش عليك السن. قال لي كيفاش؟ قلت له هكاك انت ديما كنت شاد، قلت له في كلمتك شاد في السن ديالك. وقلنا له شنو هو السن ديالك؟ سيد 1940 في درب حمان في المدينه القديمه. وهذيك درب حمان هذيك مدينه قديمه، الكويريه والفنانين والمقاومين انت حليت عينك. مجموع كلشي كان مجموع، كانوا الكويريه وكانوا فنانين وكانوا الوطنيين يا سيدي، وكانت المدينه القديمه تهتموا بالفن والكره بزاف، وبالاخص كان ديك الساعه كانت الفرقه الوداد، ديك الساعه كنا تنقولوا الواك، نهار تلعب الواك مع اليسام تيخصنا نوزو لها ثلاث ايام. اذا انت ودادي. انا ودادي وبكل افتخار. ايوا سيدي، حتى لذاك الوقت ملي تيقول لي راه الوداد الواك غيتلعب مع اليسام، تيخصنا نمشيو نلبسوا حويزاتنا زوينين ونتقادوا باش نخرجوا من المدينه باش نمشيو لستاد فيليب. وهذاك الوقت كان التريبيل تيكونوا فيه النصارى والكرياز المسلمين. نقول لكم هذيك الهضره اللي كانت بكري. وكنا حنا ديك الساعه باقيين صغار، تنسول شي واحد اللي كبر منا ولد الدرب، تنقول له دخلني معاك، تندخلوا. واحد النهار سيدي اللي وقع ليا، عيط عليا جارنا، قال لي يلا يلا زيزي. انا مليت غادي تنجري، هو يسدي واحد من دوك القوم، كلا نقولوا بكري القوم، دوك المخازنين اللي كانوا بكري. سدني ديال النصارى. ديال النصارى اييه.
شدني ويضربني بديت البكي جا نصراني قال لي هذا راه كان غادي تيجري فيقول لي الور بلانسيت صافا وهذه الكلمه ديال بلانسيت عمري ما نساها في حياتي. شكون هما الكوريين اللي كانوا معكم ولاد المدينه القديمه كتعقل عليهم؟ اه لا تعقل عليهم هو كبور كبور كان كيضرب بالراس اه كيضرب بالراس وديما داير واحد الزيف على راسو ومصطفى القنداوي وعبد السلام هادو اللي تعرف بزاف اللي تنشوف ديما عندنا في الحومه وستوكي هادو كانوا ديك الساعه كانوا نجوم في الكره في الوداد قالوا دابا غير وثاني قضيه اخرى اللي اكثر من هذه كانوا قلدات وكان كل واحد هذاك الصباط اللي تيلبس في رجلو تيوزن على المناص عامل كيلو وكان كان عبد السلام الى تهز على الكره عور على هذاك اللي تهز معاه يديو للسبيطار كانت الزهد وكانت الكره هي الكره وكنا حنا تنفرحوا الى لعبت الوقت مع الياسم اي هاي ولا مع اليوسا ولا ديك الساعه كانت لايستيف وكانت روس نوار كان واحد تيقول له ماي في روس نوار الى سدها من 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 من, من الاول حتى الاخر لا بدا يماركي البيت كانوا كواريه بكري يا سلام يا سلام. انتم كتمشيو تشجعوا الوداد؟ اه ولا انتصرتوا تخرجوا للزنقه الفرحه حنا الى ربحات الوداد ديك الساعه الواك غادي الفرحانين وتنصغرطوا ونمشيو لدربنا ونديروا الفيستا وضحكين اللاعبين ماشي بحال هذا الجيل ديال اليوم الى ضربت الكره توليو هما يضربوا ويهرسوا عباد الله ويخربزوا عباد الله والله يهديهم. حنا ايامنا حنا كان الى وكانت الوطنيه كانت الوطنيه وكان واحد الى شويه غلط غير سرطه شويه كلشي تيلوموه وكلشي تيخاصموا عليه. اليوم دابا كلا تنسمع قال لك غادي يجي واحد الوقت لنا هنا منتهي. سي بوجمعه واحد اللعاب في المدينه القديمه لعاب رقيقي ومشى للاحتراف في فرنسا وكان تيعزيز عليه تيقولوا له البرنس شكون هو؟ اييه هذا السي عبد الرحمن بن المحزوب. يا سلام يا سلام الله يرحمه الله يرحمه هذاك الطيبوبه واحسن الخلق وكان هذاك الرجل حتى الكبر دا كبر كاع وكان تيسقسي على فلان تيقولوا له راه مات تيمشي يدي الكرم لوليداته وكان واحد الوقت هذوك البيضاويين كان بكري كانوا البيضاوه تياخذوا اليهوديات وكانت حاملي واحد مات وتتبقى مراته بولد ولا زوج تيعيط عليهم وتيكرمهم تيكرم على دابا مشاو بحال هما بقاسوا اللي مات مات وكان رجل كريم وكان في الغادي البرنس منين جا البرنس وكان خو السي محمد كويري ولكن ماشي بحال الشرطه. السي محمد كان في اسبانيا كان في اسبانيا وملي جا للدار البيضاء جا للمدينه القديمه باقي العقل في دار محل ديال تيبيع الكويري وتيبيع الحوايج ديال الرياضه في زنقه الهلال وكلا الى بغينا نشوفوا السي عبد الرحمن تنمشيو نسقسي عليه هو تيقول راه كاين موضوع الفلان الفلاني واحد الوقت تا عاد وليدات تنمشيو عندو للريستوران. الله يرحم وجود بوجمعه بو عزيزي كان وكيحضر للجميع فين ما يسمع شي واحد مريض يسمع شي واحد عيان يعني كتلقاه على انه حاضر بقوه وبانسانيته وبقى محافظ على ذاك اللباس التقليدي ديالو في مختلف الجلسات يكرم الناس بالشاي والنكته ديالو كيحضر كمنشط واشتغل كثير عطى اشياء كثيره في المجال كانت عنده كان ديك الساعه هذاك التمثيل اللي كان وذاك الابتسامه اللي كانت ودوك السكيتشات هذا بدوي هذا امازيغي هذا هو كيلعب هذاك الدور ديال الخادم ولا الخادمه يعني بدون وعطاو اشياء كثيره وساهموا بالفن ديالهم كانوا كينشطوا المواطنات والمواطنين في هذاك الزمان ديال وكيوجهوا رسائل من خلال المسرحيات ديالهم
رسائل ديال المطالبه بالاستقلال وكانت عندهم نعم وفي كره القدم ايضا الدفاع لان كانت الوداد ديك الساعه في المدينه وما الوداد ملي تنتصر على اليسام وتنتصر على الراك وتنتصر على الفرق اللي كانوا ديال فرنسا انذاك الا وكانوا يعني يتبخترون بالاحمر في الشوارع ديال 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 راه هذه راه الوداد وهذا ودادي كان دائما حتى في المجالس ما تقدرش تجبد ليه الوداد الله يرحم وجود بوجمعه وتعازينا الصادقه الى عائلته الى اسرته الفنيه وايضا حتى الرياضيين صحابه وحتى وليداته وكل المقربين له وايضا الجمهور المغربي انا لله وانا اليه راجعون غادي نمشيو ناخذوا معنا الان مستمعاتنا ومستمعينا فيما تبقى من الوقت والحديث على هذه المواضيع اللي ناقشناها حتى الان 05 22 31 33 33 و 05 22 30 30 00 على بركة الله مع مخرجتنا اللي غادي يكون نعم كاين النار في ستاندارد بالفعل استاذ محمد ابو السال ولا سيما كاين مجموعه من الاحداث الرياضيه والمقدمه ديالها ديال الاستعداد ديال الفريق الوطني المغربي لنهائيات كاس افريقيا بالكوت ديفوار 2024 البدايه اي سي ادريس من مراكش سيدي ادريس سيدي محمد سيدي ادريس سيدي عبد الرحيم مرحبا سيدي ادريس مرحبا سنة سعيدة واخا قولوا انت لا باقى مازال شوف باقي باقى يلا ديمارات سيدي الحماية سيدي عبد الرحيم راه كاينة الحماية اليوم يلا 6 اشهر مازال باق باق واخا الله يطول لكم العمر ليها هذا العام يلا ديمارة باقي تيزخن راه ثلاثة المرات الكل خصك تدور عاد تسخن الطوموبيل ايوا لابد 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 من الموت سيدي محمد لابد علينا حق وهي الحقيقة الموت هي الحقيقة اللي كنشوفوها واللي كنحسوا بها واللي كنعرفوها تحية للضيف الثالث اللي معك سيدي محمد كاين السي ابراهيم بانوني والسي محمد شادو كاين ابراهيم بانوني بغى يصورك على الكوكب ايوا السي ادريس هذا الكوكب هذه ملي لعبنا معاه مباراه حبيه نهار الثلاث الاربعاء اصبح داك التقربيل عندهم في كوكب اش وقع اخويا ادريس ابراهيم نعم اخويا هضر بالسهل قبيله هو والسيد ديال بني ملال نعم السي احمد راه ديك الحاله وداك الفيروس كاين فين ما مشيتي لا غريب ايه فين ما فين ما مشيتي لانه واش انت ولد الفرقه وتعطاتك واحد الموجه معتبره في النسور الخضراء وفي الاخر جيتي بغيت تهدم كل شيء هذه راه ما عمرها تتمكن سيدي محمد صح ما يمكنش بكل صراحه لان الفرقه تتعطي بس انت تقلع وتتعطي الفرص عطاتك فرصه دوليه في الدار البيضاء وفي الاخر ما تحترم الفرقه الام والفرقات البلاد اللي عندها تاريخ نعم معجب بهاد الناس انا سيدي محمد انا بعد بلا ما قلت انا والله الا معجب بهم داكشي علاش وليت نهضر في الدار البيضاء لانه انا سيدي محمد نقول لك واحد الكلمه سيدي ابراهيم سيدي عبد الرحيم مرحبا الاخ سي محمد المقابله ديال تفاس والمحمديه والله شاهد سيدي محمد الا في البيت عندي بوحدي تفكرت الرعد تفكرت فارس تفكرت قلاوة تفكرت 15 لحاب ديال المحمدية و 15 لحاب ديال فاس واش هادي ما تتعطي واحد الصورة للبلاد للفرق دوزو تاريخ واليوم سيدي محمد سمحنا تلعبوا في واحد التحكيم اللي تيلعب في هاد البطولة شباب تنتمنى لهم مسيرة موفقة في التحكيم هذه من جهة سيدي محمد ثانيا اليوم سمعت بالرصيد الله أكبر ونقول ديك الكلمة وانت رئيس ونقول المتطرفين والفرقة عندها تاريخ لا المتصرفين هذوك راه دوك اللي متصرفين كاينين في الشركة هذوك اللي عندهم غادي يتصرفوا لأنهم اللي غادي يكونوا مساهمين هما
تسمح لي سي محمد الا ما سمحتش مزيان. لا لا متصرفين. لا لا متصرفين متصرفين. ولكن سي محمد بالرصيد تتبقى بتاريخها حتى هي. معلوم. بالمرحوم. راه شوف بالرشيد كبير دابا راه غادي يوصل فيا في بالرشيد. إيه بالمرحوم الله يرحمه. بالمرحوم الاخر الجزار الله يرحمه بخور بويدي بالبويدي براسو ونجيو حنا ونبقاو تنقولوا اليوم اليوم نزيد راه هاد السيد داز من مراكش داز من اكادير داز من وجده احنا حنا دروك في الوداد ومالنا على هاد المشاكل مالنا وحنا عندنا واحد الصوره ديال بلادنا المغرب اللي هما ناس معينين حاسديننا عليها. ايوا راه خاص الواحد يحتاط باش ما يكونوش شي مشاكل. شكرا لك السي دريس. شكرا. راه كاينين انتظرنا السي محمد من العرايش. انا السي محمد. انا غير السي محمد راه عرفتي مع السي دريس غير شويه باش واخا المدخله ديالك تعجب هذيك الكلمه المراكشيه ديالك. لا لا رائع والله. كيعيش في الجود مدينه مراكش. اكيد ملي كيدخلك هو المراكش. تحية لكم دور الكرام لك سي محمد. مرحبا مرحبا خويا سي محمد. وسنة سعيدة سي محمد صحيت بخير. شكرا. نتمنى ان شاء الله هذه السنة هذه الفريق الوطني حقق ماشي الانجاز. ان شاء الله. هذا زيادة ديال المدربين المغاربة ما ديناش معاهم الكاس خصنا نديرو معاهم. سي محمد. كنسمعوك حنا كنبغي نستافدو منك. الطوسي والزاكي وفاخير. نعم. دابا الدور على السيد كرادي. ايوا راه قبل منهم راه كانوا مدربين اخرين اللي تحملوا مسؤوليه بدءا من العربي بن مبارك الله يرحمه من اول مدرب وانت جاي. كنت على المدربين اللي جيتهم هذوك. نعم. حيت هذا حيت دابا على امتداد التاريخ كاين واحد الاعداد كبير ديال المدربين المغاربه وكاينين واحد العدد ديال الجنسيات ومدارس اخرى اللي نتمناو النيه والسير والتوالين تعاونهم ان شاء الله. حنا غادي نمشيو دابا كل شيء غادي بالنيه وكينتظروا النيه وليس هذا بغريب كل شيء غادي يكون مزيان ان شاء الله. شكرا لك سي محمد من العريش بن قرير صديقنا القاعدي. سي القاعدي مرحبا. شكرا سيدي محمد السي عبد الرحيم. مرحبا مرحبا سيدي سي ابراهيم والسي محمد. مشرفين. كنشكرك السي محمد على هذا النوستالجي اللي درتي على السي بوجمعه على بو عزيز الله يرحمه. كيف قلت لك راك بواط ديال التاريخ بانك عزيتي في الوقت ديال العزاء ديالك. ما يمكنش ننساو هادو ناس عشنا معاهم وحنا كنحاولوا نعتنيو بهاد الناس هادو. كان دائما الحديث على الرياضه هو دائما كان متتبع جيد. ما عندي ما نسالك سيدي محمد غادي نرجع للرياضه. المنتخب المغربي سيغادر غدا ارض الوطن ان شاء الله. كنتمناو ليه التوفيق وكنتمناو المقابله الاولى ينتصر فيها ان شاء الله. لا من غير الانتصار ما كاين والو. ما كاينش ما مقبوله منه حتى حاجه. الكاتريام كلاس ديالنا ديال قطر ما يمكنش نتنازلوا عليها كيفما كان الامر لان علاش المراقبين والمهتمين والملاحظين راهم متبعيننا. النتيجه الايجابيه اول انتصار يكون على الكوت ديفوار بنفسها في قعر دارها. هذه هي المداخله ديالي سي محمد. شكرا. شكرا لك. شكرا خويا. من بن قرير غادي نمشيو لتيسا. السي عبد الواحد. السي عبد الواحد من تيسا. السي عبد الواحد انقطع الخط على السي عبد الواحد. كاين مجموعه ديال المباريات اللي غادي تلعب ريتما ناخذ معنا مستمع ومستمع اخر اليوم وغدا. بالفعل استاذ اسمه محمد ابو السال اليوم انطلاقا من الساعه 6 فريق الرجاء الرياضي غادي يستقبل مدينه برشيد بمولديه وجده بدون المباراه غتجرى بدون جمهور. انطلاقا من الساعه 8 شباب المحمديه اتحاد طنجه. غدا الاحد انطلاقا من الساعه 4 جوج المباريات حسن تكادير غادي يستقبل اتحاد تورقه. نهضه الزمامره يواجه نهضه بركان. وانطلاقا من الساعه 6 مساء يوم غد المغرب التطواني يواجه الوداد الرياضي. والساعه 8 اولمبيك اسفي يستقبل المغرب الفاسي. ويوم الاثنين جوج المباريات الساعه 4 ديربي ديال ولاد حريز شباب السوالم يستقبل يوسفات برشيد. والساعه 8 ديربي مدينه الرباط الفتح الرياضي يواجه الجيش الملكي. جميعا الى اليوسفيه ناخذ معنا السي بن خضره. محمد سيدي حياك الله استاذي. الله يحفظك.
وعلى سلامتك لهلا يبركك وليداتك سي محمد. اللهم امين. الله يحفظك خويا. شكرا. الله يزيد في الراحه ديالك لان سمعتك عيان شويه والله الا تعذبنا لك سي محمد. شوف هادشي شوف عادي راه حنا في الدنيا كاين هادشي هذا حتى حاجه مرحبا اللي كانت عند الله بخير. احنا خدنا واحد الفتره ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله. وتحيه لسي ابراهيم فاكر وتحيه للاخوه اللي معك سي محمد ابو سهل. تجمعتي ابراهيم وفاكر في واحد. انا كنتمنى للفرق الوطنيه سي محمد ابو سهل النجاح. اللي كيحز في دفوسنا سي محمد ابو سهل هو الشغب. اشنو درنا بهذيك السياره اللي كترسل الزجاج ديالها؟ واشنو هذاك الكرسي عرفتي ودابا راه ما بقاش راه ما حدث في البرنوسي لقد لعلع الرصاص يا اخي. ونتمنى لك الشفاء سي محمد وتحياتي واحتراماتي. شكرا لك. شكرا. الرصاص اذا غادي يكون غيكونوا ناس دايرين مشاكل وغيكونوا ناس اللي غير دايزين حتى هما يمكن يتعرضوا ملي يولي بوليسي مضروب. شمن حاله هذه؟ راجل كيقوم بالمهمه ديالو يعني كاين مشاكل اللي الاولاد خصهم. هذا راه هادشي راه وقع قبل الديربي. قبل الديربي ليلس الديربي راه كاين كاين ابن الاخ ديال الرحلي زميلنا الابن ديال الاخ ديالو واللي جات فيه الرصاصه من هذاك. لا ما غاديش يعني مشكل وصافي. نمشيو لسطات ناخذ السي مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام السي مصطفى. تحيه كبيره للاستاذ محمد ابو سهل قائد الصحفيين الرياضيين. العفو. ونمكن لك واحد المحبه كبيره استاذ سي محمد على كلامتك. الله يحفظك. وعلى كلامتك من الحادثه اللي وقعت لك مؤخرا. شكرا. الله يجزيك. ونشكرك على ديك الرساله اللي وصلتي للمسؤولين باش يعتنوا بطرق سلامه الطرقيه وسلامه المواطنين. لان احنا وقعنا المشكل. اي انا عشت هذاك المشكل. انا قداري هو هذاك ولكن حتى لا يتكرر ما جرى. واش بلاصه ما فيهاش بوله ديال 200 درهم وكتيحكيو لنا الناس تما تيقول لك راه كيموتوا الناس راه ما يمكنش يا اخي هادشي راه خصو يتحبس. لا هي رساله كانت في المستوى رساله. عيب هذاك الشيء. اذا على سلامتك سيدي محمد ونكين لك واحد المحبه كبيره وتقدير كبير. شكرا متبادل. الرسائل ديالك كلها ايجابيه وكلها كتصب في مصلحه الرياضه وصلاحه الشعب المغربي. وشوف حنا مواطنين قبل ما نكونوا لا صحفيين ولا حتى شي واحد في المكان ديالو خصو يكون مواطنين. ملي كتقلب الجيوبه ديالك وكان عندك بزاف ديال البطاقات بطاقه البنكه بطاقه دي. ولكن تتبقى اسماء بطاقه. هي بطاقه التعريف الوطنيه هذيك هي اسماء بطاقه. انت تنتمي الى هذا الوطن. اشنو تدير؟ ماشي عاش بغيتي اش غادي يدير لك هذا الوطن؟ انت اش درتي لوطنك بعدا؟ صحيح استاذ ابو سهل. وبهذه المناسبة كنقدم واحد التحية كبيرة لولد المدينة ديالنا السيدي عبد الرحيم فاكر الرجل الطيب الإعلام الصحفي المتميز. وكنباركوا ليه الاختيار ديالو اللي ما جاش عبثا هو اختيار ديال الزملاء ديالو اللي اختاروه كحفي صحفي السنة. وكنقول لك مرضي الوالدين. ولكن سي مصطفى كل شيء. سي مصطفى هذه شهادة لله. كل فضل كيرجع للأستاذ أبو السهل. شوف عنده هذا متميز بصوته بأخلاقه باجتهاده. ولكن لا ننسى الفضل ديالك أستاذ محمد أبو السهل فضل كبير. محمد أبو السهل يعتبرك الأستاذ عبد الرحيم فاكر مرجعا في الصحافة الرياضية ويعتبرك أبا روحيا مربي. شوف اللي ما عندوش أستاذ ديالو اللي ما عندوش الشيخ ديالو اللي ما عندوش استاذ ديالو هذاك راه ما قرا ما تعلم ما دار والو. مصطفى نقول لك انا واحد الحقيقه قدام الاخوان با مات باقي عندي با هو وحده. لا ما كاين مشكل اسيدي انا قابل اسيدي انا ما كاينش مشكل. وبهذه المناسبه سيدي ابو سهل نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله في كاس افريقيا. نتمنى يحقق ما حققه في مونديال قطر. وبالنسبه لهذا الموضوع اللي سالتي الاستاذ ابو سهل واللي سالوا الاخوان ديال الشغب انا كنقول انا بصفتي رجاوي ولكن رياضي كنتمي لمدينه سطات كنقول لا للشغب في الملاعب الرياضيه كتبقى كره القدم فيها الهزيمه فيها الانتصار ولكن راه العيب واللي قبيح بزاف اننا راه كنشوفوا السمعه ديال الرياضه المغربيه وكندخلوا الوالدين ديالنا والعائله ديالنا كندخلوهم في واحد انا كنشوف العائلات شوف الدموع ديال الامهات والولد وكل مرأة إلا كتقول لك أنا ولدي راه غادي ما كتشوفش شنو وقع الولد ديالها والمشاكل. شكرا لك خويا غنرجعوا من سطات غنمشيو للرباط السي علي. نعم سي محمد السلام عليكم. مرحبا علي. جزاك الله بخير على سلامتك. شكرا الله يرحم والديك. على سلامتك أخويا سمعتك الصباح معنا العينين مع ديك سعود كيبدا داك البرنامج ديال مع العينين رجل راقي هذاك فنان بخير
وعلاش وراك انسان. انا بغيت كشيفه ان شاء الله انت وباين ديال خالد اللي زار البارح. الله يحفظك حتى هو مسكين راه عنده الوالد ديالو عيان. نعم. والسي جمال براوي راه البارح دوا مع خاولا تبقى مسكينه كتبكي تبقى تبكي الله يشهد عليا. ايوا شوف هذه الحياه. عقلتني مسكين عقلتني مسكين جعلنا الصحاب والله يجازيه بخير والله ينصركم كامل الصحافه ديالنا. هذا شوف كل شيء كان الناس راه كيذوبوا يوميا باش يمكن يشعلوا هذيك الشموع اللي غادي تضوي هذا المجال ديال الاعلامي. وكنا بلادنا في الحب ديال الوطن ما كاينش مزايدات. الحمد لله الحمد لله والله يجازيك بخير ونتمنوا النجاح ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله. شكرا لك خويا على هذه التحيه تبارك الله عليك. غنمشيو الى تطوان ناخذ معنا السي عبد القادر. هذا السي عبد القادر من باب النوادر الصوت ديالو متميز. السيد عبد القادر السلام عليكم. سيدي السلام عليكم. عليكم السلام سيدي عبد القادر. على السلامة ديالك سي بوسه. سمعت دابا على سي بوسه. الله يحفظك الله يحفظك الله يخليك لينا سي بوسه. الله يخلينا لبعضياتنا. الله يخليك لينا. الله يحفظك الله يحفظك. هذه الدعوة ديال الخير. الإنسان اللي كيتبلي كيقلب على الدعوة ديال الخير والإقبال هو إقبال رباني. وانت الاب ديالنا انت الاب ديالنا ما عمرنا نساوك. الله يجازيك بخير محباك. وهذا شوف الانسان كيجر الاخلاق وجر تربيته ما يطغاش. واحد كيكون ورا واحد الميكروفون مع الخطرات كيسحب راسه هو اللي كيعرف كل شيء وهو اللي كيفهم في كل شيء وهو اللي يدير كل شيء هو اللي ما يمكنش. دائما نبقى نقول هذه الكلمه ديال ما يمكنش اللي خاصو يكون هو التربيه والاخلاق. نتعاملوا مع الميكروفون كيف علمونا الناس اساتذه ديالنا من بينهم استاذ كمال الحلو الذين كانوا يتعاملون مع الميكروفون بخشوع واحد المسؤوليه ماشي غير جيب يا فم وقول شير يا اخي. سيد عبد القادر او السر كيبقى فيا الحال. انا على هذاك نقول ان البطوله احترافيه وزعما حنا كنوجدوا المونديال وكنوجدوا كل شيء وعندنا التاريخ وحده بحال دابا المدرب اللي كيبغي يخرج اللاعب وما كيبغيش يخرج له. هذه هي الكره الاحترافيه او لا انا كل شيء. هذاك شوف هذاك الرقعه ديال التباري راه كتحكمها قوانين راه ماشي السيبه هذه. راه الا قال لي ان الوداد راه مؤسسه عندها ضوابط ديالها عندها قانون داخلي كيفاش تقول لي ما تخرجش؟ غادي يولي واش هذه الفريقه ديال الدرب فيها مول الكره ما يخرجش ولا صحيح ولا صحيح ما يخرجش ولا ايوا دابا حنا شفنا وتفرجنا سي موسى وانت كتعرفنا التاريخ اكثر من فرانس فيكين باور اكثر من بيلي اكثر من مجير زينو اكثر من توسطا اكثر من مكارينتا اكثر من بوبي مور بوبي كارتون بيست كاملين هادو كانوا عند مدربين كاملين كيخرجوهم وكيجلسوا كيرضاو بالوضعيه. بالمناسبه شوف السي عبد القادر بالامس راه توفى ماريو خوسي جخورخي هذا زاكالو على السن ديال 92 سنه. زاكالو راه لاعب كبير و البرازيلي. نعم وبدا التدريب من 66 وهو كيدرب حتى 2006 تقريبا هو مازال كيدرب. درب واحد العدد ديال المنتخبات العربيه درب الكويت درب السعوديه درب نادي الهلال درب المنتخب ديال الامارات. اما البرازيل خلاص ابو سهل اسيدي وشكون اللي كان معاه؟ كان هاكارين شاطو صغير زيدو ريفيلين وبابا كارلوس البرتو عرفتي كاين مشكل في الصوت السي عبد القادر. نشوف مع سناء باش ناخذوا صوتك مزيان في انتظار من نشوفوا صوتك. ناخذوا معنا السي العماري من الفقيه بن صالح. سيدي محمد السي العماري توليت يا خويا شويه كي داير مع الصحه؟ بخير الحمد لله. الله يحفظك لينا ودي سي ابو الله يحفظك. ما خويا راك تكلمت مع هشام عباس راه تيشكرك. واش كيبقى الصحه ديالو مسكين؟ مزيان مزيان اخويا راه كان من اكبر حراس المرمى. هذاك بغى واحد الجماعه الفرقي في الدار البيضاء ما بغاش يخرج من الفقيه بن صالح. هشام عباس سيدي قاسم المرحوم الجنرال دليمي عبد الرزاق مكوار بزاف هو كان تيقول له ملفوس انا بن عمير بن عمير لقى فيه تنموت.
ايوا هذا هو الوفاء. كاين واحد مجموعه ديال اللاعبين بحال عسيله محمديه فارس ايضا ريال مدريد قال لهم لا. واحد العدد ديال اللاعبين اللي تيكونوا لا تيقول لك باغي ظلمي ضرب سلطان تيقول لك لا ما نمشيش انا. الو نعم ما المهم دابا راه المهم راه قال لي سلم لي على ابو السهل قال سلم عليه الخير الا كان كيتكلم نعاودوا نتواصلوا معاه. لا يتكلم السي محمد ان شاء الله غادي نتواصلوا مع السي العماري وسلم لينا على هذا راه الكبير اللي كان في الوداد من العائله ديالكم عمو. انا عم كبير انا انت عمو انت هو اللاعب ديال فخيم عماري كان في لابيريود ديال العماري راه كلهم العماري كلهم لعبوا كلهم لعبوا في فخيم نسمع مع المدرب بالعيد الله يطول. ولكن دوزوا واحد خمس سنين في القسم الاول وصافي صافي مع السي المرحوم نعم دابا راه مزيان كلاسين مزيان كلاسين الاولين بعدا القسم الوطني بغيناك تطلع القسم الاول ماشي تكلاسه الاولين ان شاء الله ان شاء الله سيدي محمد الجود ديال ام اف ام غادي ان شاء الله تبارك الله تحيه للناس ديال بني عمير ياك يلا بني عمير بني عمير وفقي مصاحنا بني عمير شكرا رجعنا عند السي عبد القادر تطوان عبد القادر وقول لك السي ابو ساليات اللي كاين اشنو اللي كاين السي عبد القادر عاود قول لنا دابا راه صلحنا الصوت قلت لك عام 70 شنو كان ذكروا سني بالبس الآن كنا قرين شاطو ستاسير زين والريفينين وكارلوس البرتو بابا ديدي صغير ديرون كان زيكو هذو راه العفاريت ديال كرة القدم ديال كرة القدم يعني ما بغاش يخرج والسؤال الثاني عندي هي على الحكم اللي صفر على ضربة الجزائرية ما كايناش حيت حيد له الفار الفار علاش عندنا حنا الفار الفار باش كيتاكد واحد الحاجه كاينه ولا ما كايناش. لا ولكن الفار تيعيط هو تيتصل بك تيقول لك واش راه كاين شي حاجه انت تاخذ منه ولكن راه كيبقى القرار الكبير هو ديال الحكم ديال الوسط هذاك هو الباترون. اسي ابو سال اسيدي اسي ابو سال الفار علاش عيط له؟ اذا عيط له راه ما كاينش البيلاردي راه ما كاينش وعلاش هو ما تفهمش هو وياه؟ ايوا هو التقرير راسو كيكون البارتي دو كبير عليه وكيمسح عليه بارتي دو كبير تبارك الله على السي عبد القادر بارتي دو كبير عليه مشيو لفاس ناخذوا السي الحمراوي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام السي الحمراوي. كي داير استاذ سي محمد ابو السهل؟ الحمد لله. كنشكرك بزاف وكنشكر السي عبد الرحيم الفكير وكنشكر السي ابراهيم بانوني والسي محمد شهيد هادو راه الغرقايقيه في الكره هادو وسنة صبار وكنقول نقول لك سنه سعيده ودخل علينا ان شاء الله صحيحه وراحه البال جميعا. بدات الشتي ودابا غادي ان شاء الله تكون مزيانه ونكملوها بكاس الافريقيا وحنا جايين الحمد لله. استاذ احنا استاذ صراحه هذا الكلام اللي قلتيه راه كيدخل لينا القلوب ديالنا وبغينا صراحه الجمهور يكون متحضر واعي. احنا كنشاهدوا الجماهير الاجنبيه كدور لهم الكاميرا كل شيء جالس كل شيء ناشط كل شيء كيضحك كل شيء يعني بغينا احنا حتى نكونوا بحال هكا كيتضرب بينا المثال. وكنتمنى ان شاء الله للمنتخب المغربي ان شاء الله مسيره موفقه ويمشي بواحد المسيره تربويه اخلاقيه يعني كنتمناه يكون الحوار في الملعب يكونوا كيتحاوروا الكره دايره وان شاء الله الانتصار والفوز باذن الله. شكرا لك السي الحمراوي من فاس. السي الصديق صديقنا من سلا. الله يحفظك السي ابو السهل والسي عبد الرحيم راه يستحق والضيوف الكرام اللي معك سمحوا لنا نسلموا عليهم بعد. ابراهيم بانوني السي محمد شاهين. شكرا. لا 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 والله العظيم لما كنفتخروا بك السي عبد الرحيم. والفضل كله ديال الاستاذ السي محمد ابو السهل. لا زعما حتى هذاك التعبير ديالك والصوت ديالك زعما كيدخل القلب. ايوا شكرا شكرا. وسي ابو السهل اسيدي المرحوم بوجمعه راه تفرجنا فيه ملي دخل التلفزيون المغرب بن خريف ياك؟ لا لا بوجمعه هذا اللي مات ممثل بوعزيزي بوعزيزي وجود بوجمعه وهي تفرجنا فيه مع بوشعب البيضاوي والقدميري والصويري. يا سلام والله العظيم التلفزيون بلاين وار وكان ديك الساعه السهره كتثبت نهار السبت
والأسر مجموعة. كان هذاك البت من مسرح محمد الخامس مباشر. كاين ما عنده فين يقول ولا ذاك الشيء اللي خرجت خرجت. كانت ديك الساعة الإذاعة ديال عين الشق. السهرات اللي كانوا في عين الشق أيضا. أيه والله العظيم لما الناس الركائز الأساسيين ديال المجتمع المغربي هما مساكن اختاروا الفن ولو أنه ما عندوش ضمانات ولكن نعم الناس الباكة كتزكاو هذوك الناس حتى الايام كتزكي معاه تزكى معاهم ملي الناس كانوا الناس كيخدموا تيمشيو يديروا هذاك الشيء وما كيجيو يضحكونا تكلفوا بهذاك الجانب ديال المتعه وديال الفرجه. ودابا الوسائل الاعلام العالميه كلها وبالرقمات قشع فهمتي وسبع ايام الباكور وتبارك الله عليك سي بوسان الله يحفظك شكرا. غناخذوا اخر مكالمه من فاس. سي علي. السلام عليكم سيدي محمد. سيدي علي مرحبا. تحياتي ليك وجميع الحضور الحاضرين معك في الاستوديو وكنشكر الجميع. شكرا. مرحبا مرحبا. سيدي محمد ابو سهل. نعم سيدي. خير بالنسبة لكرة القدم العصرية هو اللاعب ديالها لو ما كانش عنده قدرات وقيمة كبيرة ما غيكونش يعني غادي يوصل لهذا المستوى المادي اكيد. ثانيا هو كيحرص اي لاعب عارف غيوصل لواحد السن صافي غادي يصبح انسان ما عندوش القدره باش يمارس الكره غير لان الفتره ديال الخدمه ديالو ديال الممارسه قصيره ويمكن محفوفه بالمخاطر يمكن تجي شي حاجات. نعم كيمكن له يمشي للتدريب مثلا ولكن كيمكن له ينقطع في فتره. فلهذا كنقول ان السي يحيى عطيه الله راه انه من حقه عاديه وطبيعيه انك تدوي على حقك. احنا ما راه احنا ما لمناش لاحظتي احنا ما لمناش احنا ما لمناش هو يعرف طبيعته مع الفريق ولو ان كاين اللي تيقول لك لا احنا هذاك رايه عنده حقه بغى يطالب به الا بغى يطالب به بغى يسمح فيه ولا شغلو هذاك المؤسسات اللي تجيب ليه. اما الظروف اللي هي كتعيشها الولايه كتعيش جميع الفرق سواء ثانيه لا ولكن هما الامر يختلف ماشي نفس شوية. لا شويه نعم شويه كيختلف الامر شويه كاين امور اللي هي نسأل الله السلامة والعافية للجميع. هي بالنسبة لفريق الوداد أو الرجاء البيضاوي أو المغرب الفاسي أو الجيش أو يعني أحد عدد الفرق الوطنية طنجة راه عاد بداو كيترينيو وجدة 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 تا هما مساكن يعني عندنا واحد العدد ديال الفرق اللي هي صراحة كانت في واحد الوقت لما كنا أطفال يعني كان يعني خاصك تاخذ الوقت باش انك ترسي باش تطلع تفرج في مباراه مثلا كان عندنا حنا فاس ملعب الحسن الثاني يعني كان خاصك تاخذ واحد الوقت وكانت فرجه. دابا تطورت كره القدم واصبح اللاعب كيشوف ذاك الناس اللي سبقوه هو كيبني يعني كيبني المستقبل ديالو على المواقف اللي دازت. نعم ودابا حيت ولات هذيك الساعه كانت الهوايه دابا ولا راه واحد كان كيكون عنده شغل وكيلعب الكره دابا لا دابا راه كيعيش من الكره دابا راه خدام. الاحتراف دابا الاحتراف لما وصل لعندنا كاين بزاف ديال الاشياء سيدي محمد مع احتراماتي للجميع مازال ما انطلقناش فيها بالنسبه للاحتراف يعني اصبحنا فقط كنطالبوا من اللاعب انه باش يعني يعطي ما عنده ويطور الامكانيات ديالو ولكن كاين شي حويجات ما شاء الله لما كتكون كتسال القضيه ديال الكريدي صعيب السي محمد. تبارك الله عليك سيدي علي شكرا. قال لك الكريدي صعيب. شكرا عبد الرحيم فاكر. شكرا استاذ اسمه عبد بوسال بخير وعلى خير ان شاء الله. شكرا سي ابراهيم بانوني. شكرا اخي ابو سعد. غادي يكون الرتور غيكون صعيب والفرق كلها كتستعد بما فيه الكفايه باش ما يوقعش لها دابا في 18 غادي يكون ان شاء الله يرجعوا لها ربريز ديال جوج الاسابيع ان شاء الله كيهيئوا السي محمد شاهد. شكرا على الاستضافه تكون بخير وكنتمناو